صباح الخير. صباح النور. صباح الخير هشام. صباح الخير. صباح الخير جميعا. انا شايف لسه الناس فعلا موجودين. اوكي جايل، ولسه في زملاء كمان في الويتنج. اوكي مات. صباح الخير. صباح الخير. اسمحوا لي ارحب بحضراتكم. النهارده معانا استاذ هشام. هشام صباح الخير. صباح الخير. ممكن تفضل تدينا مقدمه كده في انتظار ان شاء الله بقيه الزملاء في خلال 5 دقائق ان شاء الله نبدا باذن الله. صباح الخير عليكم جميعا. اتمنى امبارح يكون بدأنا امبارح اول ساعتين كانوا مكثفين صراحه من الدكتور احمد رشدي من اداره المخاطر عن اساسيات الموضوع. النهارده اليوم الثاني ونتمنى يكون في استفاده، وكمان يعني يساعدنا لو في اي تساؤلات حتى لو ما لحقناش ان احنا نقولها لايا كان، مثلا سوء كونكشن او مش قادرين نتواصل، ممكن نحطها على الشات بوكس او نبعتها على الايميل لاداره العضويه كمان. وافتكر كمان كان دكتور احمد عامل واتساب جروب، فطول الوقت احنا بيسعدنا ان احنا نتعاون معاكم في اي مشكله نقدر يعني نتعاون في حلها. اتفضل يا دكتور احمد. ميرسي يا هشام، شكرا قوي. انا شايف لسه ستيل الساده الزملاء بيجوينوا بي 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 فاحنا معانا دلوقتي حوالي 73 بالظبط. اوكي و فممكن ندي كمان دقيقتين كده ونبدا بالظبط على 12 و5 ان شاء الله. هل في مشكله في الصوت عندي؟ من فضل حضرتك صباح الخير. طبعا صباح النور. اتفضل. ممكن الواتس بحيث لو في اي حاجه اقدر اتواصل مع حضرتك. اكيد الجروب موجود وممكن حضرتك تجوين الجروب معانا. الزملاء من مركز اسلام موجود في الجروب. ممكن والاستاذ محمد كمان من شركه العروبه اعتقد هو الادمن بتاع الجروب، فهو موجود معانا وان شاء الله استاذ اسلام هيوفر لحضراتكم اللينك للجروب ان شاء الله باذن الله. اوكي. طيب تسمحوا لي كده بدايه، بس انا هعمل ميوت لينا للجميع، وفي انتظار لو في اي كومنت او اي ملاحظه بس في اللي هي رايز هاند اللي هي ممكن نرفع ايدينا عشان خاطر لو في حاجه، وهتابع ان شاء الله معاكم باذن الله كل الملاحظات. اوكي ميوت. تمام. شايف لسه الزملاء بيوصلوا. اوكي اتفضل جوين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ايوه ما طيب كده ما فيش حد من الزملاء معانا في الويتنج اريا، فهنقدر نبدا ان شاء الله. بدايه خلوني بس اعبر عن امتناني لوجود حضراتكم اليوم الثاني على التوالي. فعلا انا شاكر لكم وجودكم معانا هنا هو في محاوله ان شاء الله ان احنا في اليوم الثاني يعني نقدر نعرض اللي
ما قدرناش نخلصه امبارح في الجزء المتعلق بالماركت ريسك، المخاطر السوقيه وكيفيه حسابها واهم النماذج المستخدمه في قياس الفاليو ات ريسك بشكل ايه، بشكل تحديدي للهيستوريكال سيميليشن وكمان الاناليتيكال فار اللي هو بيعتمد على الريترن وعلى الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري الخاص بكل ورقه ماليه. تمام. طيب لا اتمنى بس تبقى الشاشه واضحه كده اهوت معانا، تسلم الشاشه واضحه كده اهوت، احنا شيرنج تمام اوكي. طيب امبارح بس عشان يعني نفتكر امبارح احنا اليوم الاول كان تناولنا فيه طبعا تناولنا فيه اختصاصات لجنه المخاطر وايه هي الشركات الملزمه بالشركات الملزمه بوجود لجنه مخاطر واليات تشكيلها. مفيش صوت حضراتكم مستمعين يعني في دلوقتي مسج اوكي، مفيش صوت من استاذه امل. طيب الصوت كويس تمام اوكي استاذ هاني تمام اوكي خلاص، يبقى بس محتاج بس الساده زملائي اللي الصوت مش واضح عندهم ممكن بس يعلوا الفوليوم شويه من الكمبيوتر لابتوب او حتى الموبايل لو هم كونكتد عن طريق الموبايل. تمام. طيب نروح ل نرجع ليومنا امبارح. احنا تناولنا في اليوم الاول زي ما قلت كده لحضراتكم لجنه المخاطر وامتى الشركه تبقى ملتزمه بتشكيل لجنه مخاطر واختصاصات لجنه المخاطر ومسؤولياتها بالاضافه الى مسؤوليات مدير اداره المخاطر. وبعد كده هو تتناولنا مع بعض اهميه اداره المخاطر ومراحل عمليه اداره المخاطر. اوكي شفنا مرحله التعريف المخاطر، ان انا كشركه لازم ابقى الشركة تبقى معرفة المخاطر كويس جدا. طبعا تعريف المخاطر بيبتدي لو حضراتكم متذكرين قلنا ان احنا عندنا هدف اسمى في عملية إدارة المخاطر وهو ان هي جزء لا يتجزأ من حوكمة الشركة. تمام. لان الهدف من الاثنين من حوكمة الشركة ومن إدارة المخاطر الجيدة هو رفع كفاءة الشركة. تمام. الحد من عدم اليقين ورفع كفاءة العمليات اليومية. لما متذكرين حضراتكم قلنا احنا هنتناول ان شاء الله النهاردة وبكرة في الـ ERM هنتناول ازاي تقدر الشركة عن طريق البروسيس الخاصة بالـ ERM تقدر تدمج إدارة المخاطر وثقافة إدارة المخاطر جوه عمليات الشركة اليومية. ده طبعا عن طريق ان هي بيكون ليها جزء كبير جدا في الاستراتيجي بتاعة الشركة. طبعا ده بيمثل أهمية للسادة مديرين المخاطر لأن ده بيؤكد على أهمية دورهم في الشركة. تمام. الخطوات الرئيسية في عملية إدارة المخاطر زي ما اتفقنا هي خمس خطوات رئيسية هنشوفها بالتفصيل في الـ ERM. تبتدي بتعريف وتحديد المخاطر، وامبارح قد يكون احنا ما قلناش او يعني نسينا الجزء بتاع دور مجلس الإدارة. احنا قلنا دور مجلس الإدارة النهاردة هنشوف مسؤوليته بالتفصيل بقى. تمام. دور مجلس الإدارة في تحديد المخاطر، لأن مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أيا ما كانت شركة أو مؤسسة هو المجلس الإدارة أو الهيئة العليا في المؤسسة مسؤولة عن وضع الريسك توليرنس وريسك أبيتايت بتاع الشركة. الشركة ممكن تسمح بقد إيه مخاطر وممكن لا تسمح بقد إيه مخاطر. تمام أوكي. إيه هي قابلية الشركة للمخاطر، مدى قابلية الشركة، هل هي عندها استعداد إن هي تكون ريسكي ولا لا؟ والله مجلس الاداره عنده قواعد بتقول لا هذه الايه هذه المخاطر لابد من مش ان انا اعملها ترانسفير بس انا ممكن لازم احط لها كنترول بحيث ان انا اقضي على هذه المخاطر. تمام اوكي. طبعا ده بيرجع ليه اهداف الشركه. تمام. وبيرجع ليه دور مجلس الاداره زي ما اتفقنا. الخطوه الثانيه من تحديد المخاطر كانت هي تحديد الادوات القياس المناسبه. خلاص انا عارف عندي مجموعه من المخاطر هقدر اقيسها كميا ومجموعه من المخاطر غير كميه هقدر اقيسها عن طريق الامباكت بتاعها. تمام. اللي هو الاثر وعن طريق الفريكوانسي، وهنشوف ان شاء الله النهارده مع بعض ازاي نعرف نعمل الميتريكس الخاصه بالامباكت والفريكوانسي عشان اطلع منها الخطر لو كان غير كمي. طيب المخاطر الكميه بنقدر نقيسها عن طريق النماذج اللي هي الفاليو ات ريسك، وعن اللي هي منها كمان الفاليو ات ريسك سواء كان بارامتريك او نون بارامتريك. بارامتريك اللي هو بيعتمد على معلومات في البيانات زي العائد وزي الستاندرد ديفيشن، وده اللي هو اناليتيكال فار بالنسبه للمحفظه الماليه او حتى بالنسبه للورقه الماليه واحده بس. تمام. امبارح تناولنا المحفظه بتتكون من ورقه ماليه، النهارده هنشوف المحفظه اللي بتتكون من اكتر من ورقه ماليه مع بعض ان شاء الله. تمام. ده على مستوى القياس، وقلنا قياس كمي وقياس غير كمي.
تمام. الخطوه الرابعه هي ايه، هي بقى ادوات الحد من المخاطر دي. اوكي، هنشوف مع بعض برضو ازاي اقدر اتعامل مع هذه المخاطر تحديدا في اطار الانتربرايز ريسك مانجمنت، وهنشوف اهميته وازاي اقدر اعمل المتابعه الدوريه واهميه المتابعه الدوريه في ان انا اقدر انقل المخاطر من خانه الهاي ريسك اللي هي هاي امباكت هاي فريكوينسي انقلها لخانه اللو ريسك اللي ممكن تبقى ميديم فريكوينسي مع لو امباكت. هنشوف مع بعض المصفوفه ديت ازاي ان شاء الله النهارده نقدر نعملها عشان خاطر نشوف المخاطر بتاعتنا ونحددها مكانها فين، ونشوف الاليات اللي تقدر نقلل بيها هذه المخاطر وننقلها من المكان الاكثر خطر للمكان الاقل خطر. تمام. الساده الزملاء امبارح طلبوا مني ان احنا نوفر بيانات او يعني زي اكسرسايز كده هو. اوكي، هو انا النهارده معايا بيانات، البيانات دي حديثه مقارنه ببيانات استخدمناها امبارح. خليني اشير البيانات مع حضراتكم ان هو على السكرين. اوكي، دي البيانات امبارح. ثانية واحدة، هل البيانات دي كده واضحة؟ اللي خاصة اللي فيها شركة أبو قير، البيانات اللي قدامنا ديت، هل انا اسلام معلش، البيانات اللي قدامنا فيها شركه ابو قير صح؟ صح، اللي هي دي صح، شركه ابو قير بالظبط كده اهوت، وعندي الدوليه للمحاصيل الزراعيه، وعندي الملتقى، وعندي البنك التجاري الدولي، وعندي مؤشر اي جي اكس 30. تمام، هو الهدف ان احنا ده يبقى زي اكسرسايز، يعني بعض الزملاء امبارح قال ان احنا محتاجين نعملها بايدينا، ولو في حتى وقفت نعرف احنا بالظبط وقفنا فين. فالبيانات ديت من الفتره من 2 يناير 2018 حتى كلوزنج تاريخ امبارح. تمام، فانا هخلي برضو استاذ اسلام معانا ان هو يرسل البيانات ديت لحضراتكم. خلاص اوكي، وكل المطلوب احنا هنتست، هنجرب احنا هنعرف نعمل ازاي الفاليو ات ريسك وفقا للهيستوريكال سيميليشن اللي هو الاتش اس او الاناليتيكال اللي هو الفار من واقع الاكسل شيت اللي احنا اشتغلنا عليه امبارح. تمام، هل الشاشه دلوقتي استاذ اسلام، الشاشه اللي فيها الهيستوريكال سيميليشن بتاع امبارح صح؟ تمام كده، اوكي تمام. طيب اعذروني بس عشان خاطر يعني الى حد ما شيرنج، يعني في اكتر من فايل، فمش عارف ويتش وان بالظبط انا بشيره مع حضراتكم. اوكي طيب، ممكن كده نراجع بشكل سريع قوي على الهيستوريكال سيميليشن لورقه ماليه واحده بس. اتفقنا ان الهدف من الهيستوريكال سيميليشن او الفاليو ات ريسك، قيمه عند المخاطر وفقا للمحاكاه التاريخيه، هدفها هو احنا بنشوف الشركه كان في تاريخها العائد التاريخي للشركه كان عامل ازاي. تمام، وبنقف عند نسبه الثقه 99% ونقول والله هو ده اكتر خساره ممكن الشركه تتحملها او ممكن الورقه الماليه دي تتحملها، وبنشوف البرسنتج ديت وبنضربها في قيمه ايه، محفظه العميل في هذه الورقه او استثمارات الانفستمنت فاليو بتاعه العميل او الاصل المالي قيمته في هذا الرقم او اللي هو النسبه، عشان يديني رقم مالي اللي هو قيمه فعليه. زي ما اتفقنا امبارح على سبيل المثال، احنا شفنا ان احنا عندنا هنا كان في 2000 يوم تداول، عندنا بالظبط بنسبة 99%، هنقف عند اليوم رقم 20 بعد ما رتب البيانات للأسوأ، من الأسوأ إلى الأفضل. يعني أنا بداية بنحسب العائد، ده الخطوة رقم واحد، بعد العائد بنرتب العائد، وبعد كده هو بنقف عند اليوم رقم 20. وعرفنا إن حتى ممكن ما أعملش كده، أنا ممكن ألجأ إلى البرسنتايل. تمام، البرسنتايل فانكشن. تمام، البرسنتايل للعائد ده كله، اوكي، كل العائد اللي انا حسبته ده بقول له انا عايز
عندي نسبة ثقة 99%، ماشي، اللي هي بيرسون. ثانية واحدة، 2.01، نفس النتيجة بالضبط اللي هي 4.2. يبقى أنا بدل ما أعمل الخطوات ديت، لا، الأحسن إن أنا أستخدم الفانكشن اللي هي برسنتايل اللي موجودة already عندي في البرزنتيشن زي ما شرحناها، وهي أفضل. بس الفكرة إحنا كنا نوصل للفاليو للهيستوريكال سيميليشن فكرته عاملة إزاي. طيب الفاليو أت ريسك الكونديشنال بقى، الكونديشنال دوت هو بياخد زي ما اتفقنا متوسط الخسارة في الفترة اللي هي أسوأ من الفاليو أت ريسك عندي، فبالتالي دايما هلاقي الكونديشنال فاليو أت ريسك أكبر من الفاليو أت ريسك نفسه. تمام، ده بالنسبة للهيستوريكال سيميليشن. بالنسبة للأناليتيكال فار، فهو هنا هوت بيعتمد اعتماد كلي على ان انا بحسب متوسط العائد، بحسب الستاندرد ديفيشن بتاع الورقه الماليه، سوري، وبعد كده هو بقدر من خلال نسبه الثقه 99% اللي هي بتمثل في النورمال ديستريبيوشن. وشفنا امبارح النورمال ديستريبيوشن اللي هو التوزيع الطبيعي، اللي بقول فيه ان ستاندرد ديفيشن 1% للبيانات ديت اللي هي بيانات العائد بتؤكد ان عندي 97% من البيانات بتقع في الانترفل ديت من 1-1 ستاندرد ديفيشن لبلس 1 ستاندرد ديفيشن، وعندي 2.33 ستاندرد ديفيشن، دي معناها ان 99% من البيانات بتقع عند الرقم ده. عشان كده انا بستخدم على طول رقم 2.33، ولو اهو اللي هو عندي كونفيدنس ليفل 99%. تمام، طيب المثال اللي عندنا ده هو برضو اي جي اكس 30 كورقة مالية، بفرض ان هي شركة اكس واي زد، احنا عندنا العائد، بنجيب المتوسط، اوكي، اللي هو المين ريتيرن، هو متوسط الافرج بتاع العائد. تمام، وبنجيب الستاندرد ديفيشن، خلاص، اوكي، بنحسبه للعائد برضو ستاندرد ديفيشن للعائد بتاعنا. ثم عندي نسبة ثقة 99% اللي هو 1-99% اللي هو 0.01. عندي هنا هو بكتب النورم انفرس، ده الفانكشن بتاعتي اللي بحسب منها الفار، اللي هو بقول ايه هي القيمه البرسنتج اللي عند 99% ممكن تحصل كماكسيمم خساره للورقه الماليه. تمام، هي عباره عن النورم انفرس، وبقول الكونفيدنس ليفل بتاعتي اللي هي 0.01، يعني الكونفيدنس ليفل 99%، فعندي 0.01 ده اللي هو 1-الفا بالنسبه للناس الاحصائيين، خلاص. ثم الستاندرد ديفيشن، ثم عندي الايه العائد، المين للعائد، متوسط العائد. تمام، ده بالنسبه للفاليو ات ريسك اللي هو عن طريق ورقه ماليه واحده بس. اوكي، طيب طب انا حسبت مثلا الفاليو ات ريسك اللي هو البرسنتج عندي دي اللي هي 3.4، هي في حد ذاتها لا تمثل شيء، لازم اشوف محفظه العميل، ولا تكون مثلا محفظه العميل ثانية واحدة، لو محفظة العميل بفرض ان هي 5 مليون، فانا يهمني لما اجي احسب الفاليو ات ريسك، احنا حتى حسبنا هنا هوت 1 مثلا على سبيل المثال، اوكي، فبقول هي البرسنتج ديت في ال5 مليون. تمام، طيب دي كده هوت اكبر خسارة ممكن يتحملها اللي هي حوالي 169 الف، اوكي، من ال5 مليون. ولو 1 مليون فتقريبا برضو هنشوف، لو 1 مليون، انا يهمني بس اوصل نقطة مهمة جدا هنا لحضراتكم، احنا لما بيجي نحسب الفار، الرقم اللي بيطلع ده هو رقم الفار ليوم واحد بس، خسارة ليوم واحد بس، ليوم واحد فقط. طيب خسارة ليوم واحد فقط ديت هل يعتد بها؟ حقيقة قد لا يعتد بها. ليه؟ لان انا عندي الـ يعني تي بلس، احنا عندنا تي بلس 2، تمام عندنا تي بلس 2، فاحنا ممكن ندي لنفسنا مينيمم 2 دايز فار. طب احسب ازاي 2 دايز فار؟ اوكي،
خليني ان هو دوت وان دي فار لقيمه محفظه العميل اللي هي ال 5 مليون تمام. هقول ايكوال في اللي هو الفاليو ات ريسك بتاعتي برسنتج في القيمه في سكوير روت ليومين تداول، فهيطلع عندي ال 5 مليون ممكن الخسائر منها في الورقه دي ممكن توصل ل 240 الف في يومين من ايام التداول. هنشوف مع بعض دلوقتي في الجزء اللي هو محفظه ماليه متكون من اكتر من ورقه عدد الايام دوت بنحدده ازاي تمام، لان هما مهم جدا. وهنشوف مع بعض ازاي الخطوات بقى الفعليه ل لو عندي اكتر من ورقه ماليه في محفظه للعميل ممكن نشوف الفاليو ات ريسك بنحسبه ازاي تمام. طيب احنا بدايه بنقول ان مدير المخاطر حضراتكم بتحددوا الفتره الزمنيه اللي هنستخدمها في حساب الايه الفاليو ات ريسك، لان مهمه جدا واحنا بنعمل القيمه عند المخاطر بشكل عام اخد الفتره الزمنيه تاخد في اعتبارها الاحداث اللي انا متخوف منها في الفتره الجايه. يعني مثلا لو قلنا هو 3 شهور او شهرين فبتبقى مثلا قليله نسبه فتره قليله من فتره زمنيه قليله مش كبيره اقدر اعتمد عليها في تحليلي خلاص اوكي. او لو عندي فتره فخلينا نقول اون افريج هي 252 يوم او سنه التداول كامله، يبقى يستحسن ان انا استخدم على الاقل مينيمم سنه تمام. بنحسب العائد البسيط بعد كده بنحسب ستاندرد ديفيشن ونشوف متوسط العائد والاكسس ريتيرن اللي هو العائد اللي هو اكتر من المتوسط. ليه؟ لان هو ده اللي بحسب منه بعد كده هوت الفارينس كوفارينس، وهنشوف مع بعض ازاي بنحسب الفارينس كوفارينس حالا اوكي. طيب ده المثال اللي عندنا، خلينا كده هوت نبص عليه. عندي هنا هوت فتره شهرين بس اوكي تسهيلا للبيانات. عندي كام شركه؟ عندي هنا هوت عندي 7 شركات في محفظه العميل اوكي تمام. البيانات عندي لمده شهرين زي ما اتفقنا، ده الكلوزنج برايس بتاعها للشركات ديت. الخطوه الاولى هي ان انا بحسب لكل شركه الديلي ريتيرن العائد اليومي لكل شركه اوكي. فادي عندي قيمه العائد اليومي لليوم الثاني في اول شركه هو ده تمام. ثم خلاص حسبت دوت وبدرك بيديني العائد اليومي لكل ايه لفتره كلها للشركه دي، وبالمثل بحسب العائد اليومي لكل ايه الشركات اللي موجوده عندي في محفظه العميل اوكي. طيب الخطوه اللي بعد كده هو بحسب المتوسط العائد الافريج ريتيرن او المين ريتيرن بتاع كل ورقه ماليه تمام. وعلى سبيل المثال لقينا ان متوسط العائد في الورقه الاول هو ماينس 0.07، احنا خلينا نقول ان معظم المتوسط لو حسبناه ولو خدنا فتره زمنيه اطول حضراتكم هتلاقي ان العائد على الاوراق الماليه في فترات زمنيه اطول متوسطه بيكون صفر. لو فاكرين الستاندرد ديفيشن، لو فاكرين حضراتكم من المحاضرات اللي تمت في 2018 اتكلمنا عن ان في خصائص مهمه جدا في توزيع في بيانات العائد على الاصول الماليه بشكل عام، وهو ان المتوسط بتاعها في خلال الفترات الزمنيه بيميل ان هو يكون صفر اوكي، لان هو قريب من التوزيع الطبيعي، حتى هو مش توزيع طبيعي على طول يعني مش بيرفكت نورمال ديستريبيوشن تمام. طيب احنا جبنا الافريج ريتيرن ده المهم عندنا اوكي. الخطوه اللي بعدها احنا بنحسب بقى الاكسس ريتيرن، عايز اشوف الفرق ما بين المتوسط وما بين كل عائد قد ايه. خلاص نشوف الفرق ما بين المتوسط متوسط العائد والعائد اليومي لنفس الفتره. فبقول هنا هون اول يوم عندي في العمل اصلاح الاراضي، طبعا المثال دوت احنا يعني اخذناه المره اللي فاتت، بنقول والله بنشوف قيمه العائد اللي هي متحققه اللي هي كانت يوم 12 اكتوبر 2017، هنطرحها من اللي هو المتوسط العائد بتاعي، ونفس الفانكشن ديت هنفذها على كل الشركة على كل الايام تمام. وهنا برضو نفس الفانكشن بنفذها على كل الايام عشان يديني الفرق ما بين متوسط العائد اللي هو في خلال الفتره بتاعتي تمام، وما بين العائد المتحقق الفعلي. الخطوه اللي بعد كده هوت مهمه جدا، ان احنا ممكن يعني ديت انا سالت فيها كتير من الساده الزملاء،
ازاي اعمل الفارينس كوفارينس ماتريكس عن طريق الاكسل شيت. اوكي طيب، هي الفارينس كوفارينس ماتريكس مصفوفه ديت بتبين لي العلاقات اللي هي علاقات التغاير والتباين اللي حصلت في المحفظه بتاعتي. يعني اقدر اقول ان مثلا على سبيل المثال خلاص في ارتباط عكسي ما بين العائد على العامه لسطح الاراضي في محفظه العميل ده وما بين مجموعه طلعت مصطفى. تمام، هنا هو علامه الماينس دي معناها اللي هي اتجاه العلاقه نيجاتيف، اوكي اتجاه سلبي، على عكس مثلا العلاقه ما بين مثلا العامه لسطح الاراضي ومصر الاسمنت مثلا العلاقه ان هو ايجابيه. تمام، طيب الكوفارينس بيبين لي الاتجاه بتاع العلاقه والكوريليشن. لو انتم حضراتكم متذكرين من 2018 الكوريليشن بيديني الماجنتيود بتاع العلاقه قد ايه. طب هو لو هو العلاقه مثلا ان هو سلبيه، طيب لو حسبت الكوريليشن ما بين العائد او اللي هو الارتباط ما بين العائد ما بين مجموعه طلعت مصطفى والعامه لسطح الاراضي، هل في العلاقه السلبيه ديت قيمتها قد ايه، الارتباط قد ايه تقريبا. تمام اوكي، الارتباط معامل الارتباط ما بين العائد على العامه لسطح الاراضي ومجموعه طلعت مصطفى بقدر اشوفه عن طريق الكوريليشن مش عن طريق الايه الكوفارينس. يبقى الفرق ما بين الكوفارينس والكوريليشن ان الكوفارينس بيديني اتجاه للعلاقه، الكوفارينس اللي هو التغير اللي حصل في العلاقه ما بين اصلين ماليين. تمام، والكوريليشن بيديني قوه هذه العلاقه مش اتجاهها. اوكي طيب، عندنا عشان نحسب دوت في عندي تو اوبشنز. اوكي انا اتمنى تبقى حضراتكم فاتحين الاكسل شيت معايا. اوكي طيب، الاوبشن الاول هو ان انا هستخدم بقى الفانكشن الخاصه ب الماتريكس ملتبلاي. تمام، ماتريكس ملتبليكيشن عن طريق، انا هشيل بس هنا ايكوال عشان نبدا نكتب هذه المعادله. خلاص هنشيل حتى البيانات دي كلها. تمام، عشان نشوف هنوصل لها ازاي. اوكي طيب، انا بدايه بروح بعمل ايه، بجيب الاوراق الماليه بتاعتي بحطها هنا هو. اوكي ادي عندي 7 اوراق وعايز اشوف العلاقه ما بينهم برضو، هم نفس 7. تمام، طيب عايز اشوف الكوفارينس ماتريكس بتاعت عامله ازاي. تمام طيب، بنعمل كالتالي. اوكي احنا بنقول equal m multiplication اللي هو حاصل ضرب اللي هي مصفوفات ماتريكس ملت اللي هي ضرب المصفوفات. خلاص اوكي، وبشوف انا عايز ايه، انا عايز الترانسبوز اللي هو مقلوب، ترانسبوز بتاع مين، بتاع الاكسس ريتيرن اللي عندي. ثانيه واحده، اللي هي هعتبر دي مصفوفه، هي فعلا هي مصفوفه، انا مش هعتبرها مصفوفه، هي اوريدي مصفوفه فعلا. تمام، فانا بقول له تعامل مع العائد اللي موجود عندي للسبع اوراق ماليه او ورقتين او ثلاث اوراق ماليه، خلاص تعامل معاهم على ان هم ماتريكس. تمام، اللي هي مصفوفه. تمام سوري، وبقول له انا عايز اضرب الترانسبوز ده اللي هو مقلوب المصفوفه اضربه في المصفوفه نفسها. اوكي طبعا في الماتريكس نفسها اللي هي نفس العائد الاكسس ريتيرن. تمام، وبقسم على عدد ايام التداول، انا كان عندي 42 يوم تداول. مجرد ما بكتب الايكويشن ديت بيطلع لي على طول الايه الفارينس كوفارينس ماتريكس، لكن هو بيطلب بس مننا هنا في الاكس في الاكسل في المايكروسوفت اكسل ان انا في ضرب المصفوفات دايما بحرص ان انا مش بدوس انتر بعد ما اكتب الفورمولا، لا ده انا بعمل شيفت كنترول انتر. اوكي عشان بس لو في حاجه وقفت مع حضراتكم، هو الماتريسز ملتيبليكيشن بيتم عن الشيفت كنترول انتر. اوكي
طيب خلاص عملنا كده. هو الخطوه الثالثه المهمه قوي ان احنا حسبنا عملنا الفاريانس كوفاريانس ماتريكس، وبنعمل مصفوف بنعمل الويتس نشوف الاوزان النسبيه للورقه الماليه للاوراق الماليه اللي عندي. طبعا الاوزان النسبيه ديت انا بجيبها من فين؟ بجيبها من قيمه الايه، من قيمه المحفظه ككل، وبشوف كل ورقه في محفظه العميل بتساوي قد ايه. تمام خلاص. فاحنا على سبيل المثال لو كنا عملنا الاكسرسايز دوت وعملنا محفظه افتراضيه لعميل ما، خلاص لقينا ان 7% من قيمه المحفظه بتاعته موجوده في اول ورقه اللي هي العامه لاصلاح الاراضي، عندنا 23% في مصر للاسمنت، مجموعه طلعت مصطفى حوالي 7%. ولو جينا هنا هو عملنا السميشن بنلاقي ان عندنا 100% ده الويتس، اجمالي الويتس خاصه بمحفظه العميل. تمام. يبقى انا لازم بعد الفاريانس كوفاريانس ماتريكس بعمل الويت ده، وهو اسمه فيكتور او مصفوفه من فيكتور واحد بس. وبعمل كمان بجيب المين ريتيرن، لو حضراتكم متذكرين اللي احنا حسبناه فوق متوسط العائد ده. اوكي، بناخد متوسط العائد للسبع اوراق ماليه وكوبي وبيست هنا هو برده، بس بنعمله ترانسبوز بحيث ان هو يبقى في شكل متجه. تمام. ثم نيجي بقى للخطوه المهمه اللي بعد كده، هي الـ اطلع بقى القيمه رقم واحد، اطلع قيمه الفار نفسه خلاص اوكي، واشوف القيمه النقديه للخساره المحتمله من اكبر لاكبر بنسبه 99% للعميل دوت عند يوم وعند يومين. تمام. طيب نقول ان على سبيل المثال محفظه العميل كلها حوالي 2.5 مليون متوزعين زي ما اتفقنا، 7% عند اول شركه، 23% على الشركه الثانيه، ولغايه اخر شركه زي ما شفنا ان هو الاوزان النسبيه. تمام. طيب عشان نحسب، لو حضراتكم متذكرين هنا هوت في المرحله الاولى في ورقه ماليه واحده كنا بنجيب المين ريتيرن والستاندرد ديفيشن، وده كان سهل. ليه؟ لان عندي ورقه ماليه واحده بس، فكان بالتالي سهل ان انا اجيب المتوسط العائد للورقه وبجيب برده الستاندرد ديفيشن او التقلبات للورقه، ودي سهل قوي. دلوقتي انا عندي محفظه، المحفظه فيها اكتر من ورقه، والورق الماليه هنا هوت الاوراق الماليه اوزانها مختلفه. طيب ده معناه ان انا لازم عشان احسب المين بورتفوليو ريتيرن خلاص اوكي، لازم استخدم ايه؟ هستخدم الاوزان النسبيه ومتوسط العائد. يعني انا ما اقدرش اقول مثلا لو عندي متوسط العائد للمحفظه للاوراق الماليه هنا اهو، لو حضراتكم شايفين متوسط العائد مثلا هو ده للسبع اوراق. تمام. ما اقدرش اقول مثلا والله لا انا هاجي اعمل لهم سميشن واقول هو ده كده متوسط العائد، او اخد المتوسط بتاعهم واقول ده متوسط عائد المحفظه. ليه؟ لان حضراتكم ان هو في اوزان مختلفه لكل ورقه، فانا لازم اعمل ويتنج بكل ورقه لكل ورقه للعائد، يعني اعمل ويتنج للعائد بكل ورقه في المحفظه الماليه. طيب عشان نعمل الخطوه دي بيبقى عندنا برضو الماتريسز ملتيبليكيشن. بنقول احنا بنعمل ايه؟ بناخد الام ملتيبلاي للترانسبوز للعائد اللي هو المين ريتيرن عندي ده متوسط العائد خلاص لسبع اوراق ماليه، وبضرب المتوسط العائد ده ترانسبوز في ان انا ايه، في الاوزان النسبيه ليه هنا هو. طبعا لو حضراتكم متذكرين، يعني اتمنى حضراتكم تبقوا لو متذكرين كده هو في الماتريسز والمصفوفات احنا ليه بنعمل ترانسبوز. خلاص لو عندي مصفوفه هنا هو هي بتتكون من كام رو؟ 7 رو، 7 رو في 1 كولوم. تمام. لما اجي اضربها في هنا، يعني ديت مثلا يعني انا عندي دي 7 7 رو في 1 كولوم. تمام. فلو لو جينا كتبناها بنكتب مثلا كي 7 1. تمام. هي مصفوفه فيها 7 7 روز 1 كولوم. تمام. وعندي هنا هو برده كي 7 1. تمام. لو حضراتكم متذكرين احنا ما ينفعش يبقى في ماتريسز ملتيبليكيشن خلاص اوكي ليه مصفوفه هنا، وهنا عندنا بتخلص ب1 كولوم وفي نفس الوقت 1 كولوم. تمام. لا انا لازم بخلي ديت دي كي 1 7 دي 7 1 واضربها في الكي
1 7. دي مبادئ خالص للمصفوفات والماتريسز. خلاص اوكي، واتمنى نبقى متذكرينها حتى من قبل كده. يبقى انا عندي طول ما الكي هنا هو 1 والكي رو 1 والكولوم 1 اقدر اضرب المصفوفه وهتطلع لي النتيجه ايه؟ 1 بس، اللي هو عباره عن ايه؟ 1 باي 1 ايكوال 1، هتطلع لي رقم واحد فقط. اوكي، لو ضربتها اللي هي كي 7 1 كي في كي 7 1 هتطلع لي الواحد في 7، هيطلع لي مصفوفه فيها برضو 7 1. تمام، فانا يهمني ان انا اوصل لمتوسط العائد بتاع محفظه العميل، ولكن في شكل ايه؟ زي ما اتفقنا هو رقم واحد بس، لكن العائد دوت معمول له ويتنج باوزان النسبيه لكل ايه؟ لكل ورقه في محفظه العميل. بالمثل بنفس الفكره بالظبط، انا هعمل ايه؟ هنعمل السكوير روت تمام للفاريانس كوفاريانس ماتريكس. لو حضراتكم متذكرين هنا هوت، احنا قلنا ال هنا ده الستاندرد ديفيشن، لو حضراتكم متذكرين هو عباره عن السكوير روت للفاريانس. ولو حابين نعمل كده مع بعض تاني هنا اهو عشان نوضحه. اوكي ثانيه واحده، لو عندنا دوت فاريانس لورقه ماليه واحده، equal to variance العائد ده كله، طلع عندي الرقم ده. لو الرقم دوت انا عملت له square root هلاقي ان square root للvariance هو فعلا نفس قيمة الستاندرد ديفيشن. هو الستاندرد ديفيشن بتاعنا تعريفه هو السكوير روت للتباين للفاريانس ما بين العائد ومتوسطه. اوكي طيب نيجي بقى نكمل مثالنا هنا هوت. انا عندي هناك ورقة مالية واحدة وقدرت اعمل لها اجيب الفاريانس واجيب السكوير روت وهو الستاندرد ديفيشن في الاخر، لكن انا عشان احسب الستاندرد ديفيشن اللي احنا بنسميه دايما سيجما يا جماعة اكيد طبعا. اوكي لما احسب السيجما بتاعه البورتفوليو هنا هوت لازم اعمل حساب ان عندي هنا هوت اوزان نسبيه برضو لكل ورقه. هي الماتريكس الفاريانس كوفاريانس ديت هي دي، لو احنا شفنا ده كده اهو الدياجونال اللي هو لونه اصفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفاريانس التباين. اوكي اللي احنا حسبناه، يعني لو حسبناه الورقه لوحدها لو عملنا فاريانس وليكن مثلا نيجي هنا نكتب variance للعائد على العامة للاستصلاح، اهي العائد او انا كنت حاسبه هنا كمان اهو لو حضراتكم شايفينه اهو تمام variance اهو فعلا. اوكي سوري معلش شيرنج ادي الفاريانس للعائد الاكسس ريتيرن بتاعنا. هو نفس تقريبا قريب جدا من الفاري اهي نفس الرقم تقريبا. اوكي او الى حد ما قريب منه جدا. خلاص اوكي ده الفاريانس اللي احنا حسبناه بايدينا وده الفاريانس اللي خرجني من اللي جالنا من مصفوفه الفاريانس كوفاريانس ماتريكس. اوكي طيب انا عشان اوصل للبورتفوليو سيجما بشوف السكوير روت اللي هو لمصفوفه التباينات ديت كلها والتغير، وبقول ايه انا محتاج الماتريكس مالتيبليكيشن للترانسبوز بتاع الاوزان النسبيه. اوكي الويتس بتاعت كل ورقه في الماتريكس نفسها الخاصه بالتباين. بقول والله لا يعني انا مش هاخد التباين بتاع الشركه العامه لاصلاح الاراضي زي ما هو، لا ده انا هاخده بنسبه يعني معمول له ويتنج على 7%. تمام
هاخد مثلا التباين بتاع مصر للاسمنت، خلاص الرقم ده هاخده بس بعد ما اعمل له ويتنج بايه؟ نسبه اللي هي 23%. انا عشان اعمل كده هوت بنستخدم زي ما قلنا الماتريكس مالتيبليكيشن، فبيبقى عندي ترانسبوز للويتس بضربها في الماتريكس نفسها تمام في الفاريانس كوفاريانس، ثم بضربها في الويتس تاني عشان خاطر تديني سنجل نمبر اللي هو عندي الرقم ده تمام. يبقى انا كده هوت وصلنا لنقطه المين متوسط العائد ونقطه البورتفوليو سيجما او الستاندرد ديفيشن زي ما شفنا من قد كده في المثال اللي هو لورقه ماليه واحده. طيب دلوقتي الخطوه اللي بعد كده اهو بنشوف التوتال اللي هو الريترن بقى المحفظه نفسها الهولدنج ريترن بتاعتي خلاص، فهي عباره عن المحفظه هنشيل منها العائد اللي حصل اللي هو الخساره دي تمام اللي هو المين بورتفوليو. ثانيه واحده، عندي حوالي من حوالي القيمه دلوقتي بتاعه المحفظه بعد العائد المتحقق ده او هو متحققش يعني بعد العائد المتوقع دوت اللي هو البورتفوليو المين عندي حوالي 2,499,000 يعني الانخفاض كان بسيط قوي تمام. القيمه الهولدنج سيجما او القيمه النقديه للبورتفوليو سيجما عندي حوالي 42,000 تمام. عندي الكونفيدنس ليفل تبقى 99%، وهنا بحسب اقول والله دي بقى النقطه المهمه قوي الكات اوف بتاعي اللي هو هعمل نورمال ديستريبيوشن نورم انفرس ل هنا ال 99 اللي هي بتساوي 1%. لو جينا غيرنا هنا كده هتبقى بدل ما هي 1 ماينس لا هتبقى 0.01 تمام تمام. ثم equal norm inverse البروبابيلتي بتاعتي 0.01 احتماليه بتاعتي 1% بس عشان عايز 99% ثقه، والمين المتوسط بتاعي فين الهولدنج ادي المين ريتيرن بتاعي والستاندرد ديفيشن قيمته كل ده P1 ثانية واحدة أنا بس اللون دوت نفسه مخليني أنا مش شايف وأكيد حضراتكم كمان مش شايفين، فممكن نغير اللون ده خالص مش عارف اختيار اللون الغامق. أيوه كان سيء تمام. اوكي ادي اول حاجه في النورم انفرس بنشوف البروبابيلتي بتاعتنا الاحتماليه اللي هي 1 ناقص 99% 0.99، ثم بنجيب المين بتاع المحفظه المين هولدنج اللي هو حسبناه قبل كده هو حوالي 2,499,000 خلاص، وبعد كده هو بنشوف السيجما الهولدنج سيجما عندي اللي هي عباره عن ب 155 تمام اللي هي المحفظه نفسها قيمتها مضروبه في ب 157 اللي هو السيجما البورتفوليو سيجما تمام. طبعا ممكن استغنى عن الارقام ديت في ان انا احط عندي 0.01 و ثانيه واحده احنا نعملها تحت هنا هو ثانك يو شكرا more inverse probability 0.01 و المين عندي هو ده القيمة و standard deviation هو ده تمام. يبقى حضراتكم ان هو في الجزء ده في السيل دي تحديدا احنا اللي احنا عملناه اسهل بكتير قوي من السيل اللي فاتت تمام. هو احنا قلنا البروبابيلتي عندنا 0.01 خلاص اوكي لان انا مستخدم النورم انفرس، وعندي
بعد كده هو قيمة المين ريتيرن اللي هي الهولدنج ريتيرن اللي حسبناها خلاص، وقيمة النقدية للسيجما عشان يديني في الآخر القيمة النقدية للمحفظة اللي هي ذا المحفظة بعد الخسارة. أوكي؟ طيب المحفظة بعد الخسارة ديت لو أنا عندي محفظتي هي الرقم ده 2.5 مليون ماينس المحفظة بعد الخسارة بتساوي كام؟ بتساوي الخسارة النقدية حوالي 100,000 من واقع الكوريليشن ماتريكس للأوراق المالية الموجودة في محفظة العميل. طيب ده بالنسبة ليوم واحد بس، اتفقنا إن إحنا يوم واحد بس هيكون مش مستحب لأن أنا لازم بأحسب الفاليو ات ريسك ليومين على الأقل. تمام؟ سكوير روت 2 هيطلع عندي هو ده القيمة أكبر خسارة متوقعة لمحفظة العميل 141 ألف من واقع 2.5 مليون، والفارينس كوفارينس ماتريكس اللي شفناها عندنا هنا هو للمحفظة ككل. تمام؟ أي استفسارات في الجزء دوت احنا تحت أمر حضراتكم، هنفتح فيه النقاش النهاردة إن شاء الله ومعانا بكرة. تمام؟ لأن أتمنى برضو لو حضراتكم تنفذوا الفارينس كوفارينس ده على الاكسل شيت اللي الاستاذ اسلام هيبعته لحضراتكم ومن واقع الاكسل شيت اللي استخدمناه ده. غير بتاع امبارح، بيانات احدث بحيث ان احنا ممكن، انا بتكلم مع استاذ اسلام فبقول له بيانات احدث بحيث ان احنا ممكن ايه نشوف حتى اثر الاثر الفعلي للاحداث الاخيره ومن اول السنه واثر كورونا على اداء بعض الاوراق الماليه. وطبعا اتمنى ان حضراتكم تعرفوا تعمل يعني تقدروا تعملوا دوت. اكيد في بعض الزملاء اكيد عامل الاكسرسايز دوت، اكيد عن في 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 سيستم مش مجرد اكسل شيتس بتعمل كده اهوت وبتطلع الفاليو ات ريسك الديلي حتى لبعض الشركات والزملاء. طيب ده كده هو بالنسبه للجزء الخاص بالمخاطر السوقيه. شفنا مع بعض ان هو احنا بنحسب ده بالام مالتيبليكيشن. ثانيه واحده. اوكي نروح للبرزنتيشن. تمام شفنا مع بعض استخدمنا الام مالتيبليكيشن، وفي اسهل من كده ان انا ممكن استخدم الادونز بتاعه الاكسل اللي هي خاصه بالداتا داتا اناليسز وفيها الفارينس كوفارينس، ممكن ده يبقى اسهل من المالتيبليكيشن. تمام ادي شكل الماتريكس زي ما شفناها الفارينس كوفارينس ماتريكس، وقلنا ان هنا هو ممكن بقى الفتره الزمنيه اللي هي ان احنا ليه انا قلت افترضنا اتنين في المتوسط يومين بس لمحفظه العميل ككل، لكن خلينا نقول كده هو ملاحظه مهمه جدا واكيد حضراتكم تتفقوا معايا فيها، شفناها المره اللي فاتت في الاكسرسايز بتاع الفارينس بتاع الفاليو ات ريسك والكونسنتريشن بتاع المخاطر الائتمان، هو عدد الايام في محفظه العميل. تمام خلينا نقول امتى اقدر اقول يومين وامتى اقدر اقول مثلا الان بتاعتي بدل ما هي 2 days هستخدم مثلا 5 ايام او 10 ايام. تمام هنا دوت بتعتمد على علاقه ما بين اجمالي قيمه الورقه الماليه في محفظه العميل قيمتها قد ايه، تمام، مقارنه بمتوسطات التداول للورقه الماليه في الفتره على الاقل شهر فات او شهرين. تمام يعني على سبيل المثال ممكن يبقى عميل معاه في ورقه ماليه اكس واي زد، تمام، محفظته بتتكون فيها مثلا وليكن مثلا 20 مليون. متوسط تداول الورقه الماليه ديت هي ورقه مش ليكويد، ورقه اقل نشاطا من الاوراق الاخرى في السوق، ولقينا ان متوسط التداول اليومي للورقه دي في اخر شهرين مثلا كان حوالي 80 مليون في اليوم مثلا على سبيل المثال. طب والله لا ده معناه ان ال 20 مليون بتوع العميل دول هو مقارنة بال 80 انا ممكن ان انا ايه اديها فاليو ات ريسك عند 2 دايز. طب امتى ازود؟ لو لقيت ان محفظة العميل مش 20 مليون، لو مثلا 40 مليون مثلا او 50 مليون قريبة من متوسط التداول اليومي او اكتر من متوسط التداول اليومي، ده معناه ان حضرتك عشان تسيل محفظة العميل ديت في الورقة دي هتحتاج فترة زمنية اطول. اوكي فدايما انا بيبقى في علاقة ما بين عدد الايام اللي هي بحسبها فاليو ات ريسك مش ليوم واحد، بنحسبها عدد ايام، في علاقه ما بينها وما بين متوسط التداول اللي حصل فعليا على الورقه دي في اخر شهر او اخر شهرين. اوكي لان دوت بيسمح لي كشركه ان انا ادخل اسايل محفظه العميل لو عرفت. طيب لو ما عرفتش مثلا اسايل محفظه العميل في الورقه ديت، ده معناه ان انا
بستخدم فاليو ات ريسك عند عدد ايام اكبر. اوكي ان هنا بتبقى اكتر. فسكوير روت مش ليومين بس، سكوير روت مثلا ممكن يوصل لخمس ايام وعشر ايام. تمام، ده اللي احنا حسبناهم مع بعض. اوكي وشفناه قبل كده في الاكسرسايز في الدوره اللي فاتت وشفناه النهارده مع. ممكن بقى ناخد حضراتكم على الشق الثاني من الكورس وهو الانتربرايز ريسك مانجمنت. اوكي انا برحب باي اسئله، يعني خليني كده هو ثانيه واحده اشوف في شات. الكوريليشن ماشي اوكي، هنشوف مع بعض الكوريليشن. انا بس بشوف يعني استفسارات الساده الزملاء وان شاء الله بايه هنرجع لها كلها، يعني الكوريليشن نشوف ازاي نعملها ما بين ورقتين او اكتر من كده. هوت ماشي، هو الصوت لسه مش موجود استاذ رامي. اوكي اعتقد صوت الساده الزملاء كلهم الصوت واضح. اوكي تمام اوكي. حساب عدد الايام. اوكي استاذ علي بيقول ممكن نعيد ازاي بنحسب عدد الايام للفاليو ات ريسك الان سكوير روت اوف ان اللي هو ان ده رقم جايبينه من فين. مينيمم 2 دايز اوكي خلاص. لكن بنقول ان خلينا نروح للاكسل شيت بتاعنا. اوكي ثانيه واحده اسمحوا لي بس اشير معاكم الفايل القديم لو حضراتكم متذكرين من التريننج كورس اللي فات. ده اللي هو عميل، لا شاشه، ده كان مثال افتراضي ل ثانيه واحده. نروح هنا. اوكي ايوه بالظبط. لو حضراتكم متذكرين احنا خدنا المثال ده المره اللي فاتت وفي ثلاث عملاء في ثلاث شركات، في ثلاث شركات لاكثر من عميل اللي هو وليكن مثلا كان 10 عملاء على سبيل المثال. احنا اللي يهمنا هو عميل واحد بس، اللي احنا شركه واحده بس ان هو لعميل واحد بس. وهنشوف مع بعض ازاي بنحسب الان اللي هي العدد الايام هنا هو بنحسبها ازاي. تمام، عدد الايام لاول ورقه ماليه اللي هي كانت العام مستحق الاراضي قلنا دي كانت 10 ايام وحتى عليها هايلايت اليرت احمر يا جماعه هنا في خطر. ليه 10 ايام؟ تمام، لان انا هنا هو عشان احسبها بشوف قيمه الورقه الماليه في محفظه العميل كانت عندي كام؟ 588. ده رقم افتراضي يا جماعه، الرقم ده لا يمت للواقع بصله نهائي، هي ارقام افتراضيه لعملاء افتراضيين في سوق افتراضي بس اخترنا الاوراق بتاعتنا عشان خاطر ننفذ عليها الفار بالاسعار كلوزنج برايس بتاعها. تمام، هنا عندي بنقول ان قيمه الورقه الماليه في حفاظه العميل حوالي 588,170 تقريبا، لكن متوسط تداول الورقه الماليه في خلال شهر المتوسط اليومي للتداول كان 123. طب ده معناه ان لو حصل وحضرتك حبيت كشركه سمسره تسيل محفظه العميل ده في الورقه دي عشان خاطر في مخاطر محتمله، عشان في مخاطر محتمله كبيره، حضرتك هتحتاج على الاقل مش يعني خمس ايام او اكتر. ليه؟ حضرتك محفظته 588 وهو متوسط التداول اساسا في السوق كله 123. تمام، فهنا هو بيهمني جدا ان انا ايه بقول، لا والله انا بشوف قيمه الورقه الماليه في المحفظه قد ايه. تمام، وبقارنها بمتوسط قيمه التداول خلال شهر للورقه، متوسط قيمه التداول خلال شهر. طيب ده اهميته بقول ايه، احنا بنقول هنا لو هو حوالي 600,000 وهنا عندي 125,000 مثلا يوم. طب هل انا لوحدي موجود في السوق؟ يعني لو انا معايا 600,000 النهارده وحبيت ان انا مثلا ابيعهم مثلا عشان خاطر العميل ده عليه مخاطر ولازم ايه يشيل يعني نقلل مراكزه في الورقه الماليه دي، هل هقدر في يوم واحد او في يومين او في ثلاثه هاخد متوسط التداول ده لوحدي انا اعمله لوحدي كشركه؟ لا، معايا اطراف ثانيه، معايا شركات ثانيه، تمام، معايا عملاء ثانيين، يعني في طرف ثاني
انا مش لوحدي عشان اقدر ابيع ال 600 خلاص اوكي اللي متوسطهم حوالي 125,000 ابيعهم على 6 ايام. لا صعب قوي ان انا ابيعهم على 6 ايام، فبالتالي بندي فتره اطول ولتكن مثلا 10 ايام خلاص اوكي. فبالتالي الفاليو ات ريسك لما اجي احسبه هحسبه عند ال N equal to 10 اوكي سكوير روت لل N equal to 10 اهي دي عندي ان هو حاسبين هنا الفار ليوم واحد خلاص اوكي. بعد كده هو بنقول هو فعلا عند السكوير روت ليه اهو زي ما حضراتكم شايفين لو هو قيمه الفار الكبرسنتج الورقه دي 5% فانا لا انا ضربت الايه ضربتها في سكوير روت لل N اللي هي عندي 10 اوكي تمام عشان اقدر اوصل منها للقيمه المحتمله الاكبر خساره ممكنه وابقى خدت في الاعتبار متوسط التداول اليومي اللي حصل على الورقه الماليه اوكي. طيب نرجع ل البرايسس مانجمنت نشوف في اي اسئله من الساده الزملاء. average liquidation time according to بالظبط هو متوسط الايه متوسط الايه الليكويديشن تايم اللي ممكن اخده عشان خاطر كوقت عشان خاطر اعمل ليكويديشن لمحفظه العميل في الورقه دي تمام. الاكسلات سامحوني الاكسلات ديت الاكسل ده معلش هو ده كان اكسرسايز عندنا داخلي ان هو اوكي واحنا شاركناه مع حضراتكم مره اللي فاتت في التريننج عن طريق السكرينز على ما اتذكر يعني اوكي. طيب خلينا نشوف نقدر نشاركه او لا نقدر بعد كده ندخل في عشان الساعه بقت واحده نحاول النهارده ان شاء الله نخلص جزء مهم قوي في اداره المخاطر المؤسسيه واتمنى لو في اي ملاحظات في المخاطر السوقيه ناجلها ان شاء الله بعد الساعه 2 او ناجلها في استفسارات بكره. كان الاستاذ اسلام معايا بيقول لحضراتكم ان هو ان شاء الله بكره برده هيكون عنده بعض الملاحظات اللي هي ايه في خلال ربع ساعه كده يتناولها مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله تمام. طيب يبقى استفساراتنا للماركت ريسك والفار والكوفاريانس ممكن ناجلها عشان نبدا في المخاطر السوقيه ان شاء الله تمام. طيب هنشوف النهارده في الانتربرايز ريسك مانجمنت الاي ار ام هنشوف اهميته وايه هو الاطار الحاكم لاداره المخاطر المؤسسيه مراحلها كعمليه بتتم ازاي وايه هو المرتكز الرئيسي او الكور بروسيس بتاعه الاي ار ام اللي هو سجل المخاطر الريسك بروفورما تمام ريسك ريجستر سجل المخاطر وهنشوف ازاي بنعمل سجل المخاطر دوت وهنشوف نموذج ان شاء الله سجل المخاطر مع بعض بس هنشوفه بكره ان شاء الله باذن الله. ثانيه واحده بس اسمحكم بس طيب اوكي ال ERM هي عباره عن عمليه متكامله اوكي هي بروسيس بتكون انتجريتد في المؤسسه وخلينا نقول احنا مش بنتكلم على مستوى شركه فقط هنا بنتكلم على مستوى مؤسسات اوكي الـ ERM بيتم تطبيقه في مؤسسات وفي بروسيس كبيرة جدا خلاص مش بس الشركات خلاص اوكي لا هي عملية انتجريتد متكاملة منهجية خلاص وفقا لإطار احنا هنعرفه اسمه إطار الكوزو انتجريتد فريم ورك او إطار المخاطر المؤسسية المتكامل. طيب العملية ديت هدفها ان انا اقدر احدد منها المخاطر اشوف منها المخاطر وفي نفس الوقت وانا بحدد المخاطر بشوف نقاط القوه والضعف عندي في المؤسسه اقدر اعالج نقاط القوه والضعف في المؤسسه
تمام اوكي، لان هي مش فقط المخاطر اللي باخدها مخاطر سوقيه، لا انا باخد مخاطر تشغيليه، ممكن مخاطر ماليه، ممكن اخد في الاعتبار مخاطر قانونيه برضو بتبقى موجوده معايا في الاعتبار، حتى المخاطر الخاصه بالاتش ار زي ما اتفقنا وشفناها امبارح ممكن يبقى احد المصادر الرئيسيه موجوده في الاي ار ام، مخاطر الاتش ار ومخاطر في سوري ومخاطر في دورة العمل جوه كل إدارة أو جوه كل قسم في المؤسسة أو في الشركة. طبعاً عملية الـ Enterprise Risk Management دي بتخضع لمجلس إدارة الشركة أو مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة العليا في المؤسسة أو مجلس إدارة الشركة زي ما اتفقنا، لأن هي بتأثر على استراتيجية الشركة، لأن عملية الـ ERM هنشوفها أبعادها نفسها بتتكون من بعد استراتيجي مهم جداً، لازم يكون في دور لمجلس الإدارة وللجنة المخاطر في الشركات. دلوقتي بنتكلم شركات ملزمة بوجود لجنة مخاطر، أعتقد إن الـ ERM مسؤوليتهم، ونشوف دلوقتي المسؤوليات الخاصة بكل طرف في أطراف المخاطر إن هو هتبقى عاملة إزاي. تمام؟ طيب الهدف منها طبعاً إن إحنا نفهم المخاطر ونحددها ونتعامل معاها، وده هيؤدي لاستدامة أعمال المؤسسة أو الشركة. تمام؟ طيب نشوف فهم المخاطر هنا هو الـ ERM هيديني قدرة أفضل على إدارة المخاطر وتحديدها بشكل إيه؟ استباقي. يعني أنا زي ما اتفقنا كده إحنا مش مستنيين إن الخطر يحصل، إحنا بناخد بنعمل الأناليسز بتاعنا وبنعمل التاسك بتاعتنا وندير المخاطر بهدف إن أنا قبل ما يحصل الخطر ويتحول إلى أزمة، فانا بشكل استباقي عرفت ايه، احدد الخطر ده وعرفت اتعامل معاه. طيب احد المزايا الرئيسيه في اداره المخاطر المؤسسيه ان هي بتحسن من عمليه التواصل ما بين الادارات جوه الشركه. ليه؟ لان هو مدير المخاطر في مراحل اعداد الاي ار ام بيبقى هدفه ان هو يعرف الـ على سبيل المثال في اداره من ادارات، وليكن اداره مثلا إدارة التنفيذ مثلا، أوكي، خدمة العملاء لو في مشكلة في إدارة خدمة العملاء مرتبطة مع أحد الإدارات الأخرى HR والمالية مثلا، هل في مشاكل متداخلة، هل في خطر، مش مشاكل بقى سوري، هل في خطر في إدارة المالية في الإدارة المالية أو في HR مرتبط بخطر تاني موجود في المالية، في ارتباط ما بينهم مثلا، فمفروض أن يكون في تفاعل، التفاعل دوت والتواصل هدفه ان هو يؤدي للحد من المخاطر المحتمله. تمام؟ طيب الاي ار ام برضه بيساعد الاداره بشكل عام واداره المؤسسه بان هي ترتب اولوياتها خلاص استنادا لمعرفه المخاطر اللي خرجت في الماتريكس اللي هي الريسك ماتريكس، هنشوفها النهارده ان شاء الله مع بعض. خلاص اوكي، وهنشوف ازاي نقدر نقلل المخاطر ديت عن طريق ان احنا بنقلل الامباكت بتاعها او الفريكوينسي. تمام؟ طبعا فهم المخاطر هيساعد على ان انا اعرف اخطط واعرف اتخذ قرارات كلها مبنيه على فهم جيد لعمليه المخاطر من خلال التعامل معها. تمام؟ طبعا دوت هيؤدي اكيد لاستدامه اعمال المؤسسه، وده هدف اسمى لكل مؤسسه او كل شركه، وضمان استمراريه الاعمال. يعني لو حضراتكم طبعا اكيد كلنا عارفين ان الشركات كلها من مع بدايه انتشار الكوفيد 19 البيزنس كونتينيوتي بلان بتاعت الشركات، خطط استمراريه الاعمال، ازاي الشركات بدات تلجا حتى التريننج، احنا هنا هو بنتكلم اونلاين يعني اوكي، تريننج اونلاين، ففي شغل اونلاين، في وركينج فروم هوم، في كل ده لضمان استمراريه الاعمال. كل ده كان قبل الجائحه، قد يكون مش معظم الشركات ما عندهاش خطط لاستمراريه الاعمال عن بعد مثلا على سبيل المثال، لكن الجائحه اظهرت الحاجه الايه للعمل عن بعد على سبيل المثال، وان كل مؤسسه لازم يبقى عندها فعلا خطه لاستمراريه الاعمال اللي هي بزنس كونتينيوتي بلان. تمام؟ طبعا الاعداد الريسك ريجستر بيساعد في وجود مثل هذه الخطه، بيسهل كمان عليها. طيب دي الاطار المتكامل اللي هو الكوزو انتجريتد فريم ورك. تمام؟ اللي هو بيحدد خطوات وابعاد اداره المخاطر المؤسسيه،
هو في شكل كيوب احنا عندنا ثلاث ابعاد رئيسيه. تمام، البعد الاول اللي احنا شايفينه اللي هو البيئه الداخليه وتحديد الاهداف والمخاطر والتحليل والتعامل، ده اسمها الاجراءات الخاصه او خطوات او مراحل اي ار ام. تمام، واحنا بنعمل المراحل دي بناخد في اعتبارنا بعدين تانيين، بعد استراتيجي تشغيلي، بعد ان انا بعمل تقارير للمتابعه وبالتزم بان انا اعمل المتابعه دي بهدف ان انا ايه احد من المخاطر، وهنشوف ده اهميه التقارير واهميه الالتزام بيها. طيب لما بعمل الخطوات دي كلها او المراحل دي وفقا للبعد الاستراتيجي للشركه والبعد التشغيلي وعندي تقارير، طب التقارير دي بتخرج على انهي مستوى او بعملها فين بالضبط؟ على مستوى اقسام وادارات وقطاعات وعلى مستوى المؤسسه. ليه؟ انا الهدف ان انا اعمل الماتريكس الكبيره الريسك ريجستر للمؤسسه، بس صعب مدير المخاطر يجي يعمل النهارده الريسك ريجستر للمؤسسه ككل. الاحسن ايه؟ يبني ماتريكس لكل قسم وكل اداره، ثم يجمع هذه الماتريسز كلها المصفوفات دي كلها ريسك ريجستر او ريسك ماتريسز، يقدر يعمل بيها على مستوى القطاعات وعلى مستوى المؤسسه، ده تسهيلا للايه مدير المخاطر في خطوات اعداد الاي ار ام. يبقى بيبدا من الادارات او الاقسام، تمام، لو مؤسسه كبيره، ثم بينتقل بعد ذلك على مستوى القطاعات وعلى مستوى المؤسسه ككل. طيب ايه هو دور مجلس الاداره ومسؤولياته ومسؤوليه الاداره المانجمنت نفسها بتاعه المؤسسه او الريسك اوفيسر كمان تحديدا؟ تمام، طيب وفقا للاي ار ام، وده مذكور في الـ في الـ في الكوز فريم ورك تحديدا في الدوكيمنت الرئيسيه، ان البورد بيكون هدفه الاشراف على تصميم وتنفيذ عمليه الاي ار ام اداره المخاطر المؤسسيه. تمام، هو المدير المخاطر بينفذها، بس مين بيشوف التصميم بتاعها؟ تمام، ومين بيشرف على تنفيذها؟ مجلس الاداره. تمام، طيب مجلس الاداره لازم يبقى على درايه تامه بفعاليه كل اجراء تم اخذه في الاي ار ام، وفي نفس الوقت مجلس الاداره هو اللي بيحدد الريسك ابيتايت لو احنا متذكرين. تمام، عارف ايه هي حدود وقابليه المخاطر للشركه. تمام، وفي نفس الوقت بيبقى فيه عنده مراجعه لسياسات اداره المخاطر على طول. تمام، الشق الثاني هو المانجمنت، الاداره او مدير المخاطر، اداره المخاطر بتعمل تصميم للمخاطر المؤسسيه للاطار نفسه اللي هو تصميم لسجل المخاطر، وهنشوف مع بعض خطوات اعداده. عندنا الخطوه الثانيه طبعا او المطلوب منها المسؤوليه الثانيه من الاداره نشر ثقافه المخاطر بين العاملين ودمجها في استراتيجيه الشركه. ليه؟ لان احنا يهمنا جدا ان الاي ار ام تبقى موجوده في كل بروسيس بتتم في الشركه، مش على مستوى الاستراتيجيه فقط. لا، ده انا من الاستراتيجي اقدر اخلي الاي ار ام موجوده في كل ديلي اوبريشن بتتم في الشركه. تمام، عندي بعد كده هو اللي على مستوى الادارات والاقسام المفروض يبقى عارفين، يعني كل اداره محدده الريسك ابيتايت بتاعها قد ايه، هي ممكن تتحمل مخاطر قد ايه، وهنشوف ان ده جزء مهم جدا بعد ما بنحلل المخاطر. تمام، وبنحدد المسؤول عن الحد من هذه المخاطر، بيبقى فيه جزء متبقي اسمه ريزيدجوال ريسك. تمام، فكل اداره تبقى عارفه مستوى الريزيدجوال ريسك اللي عندها. تمام، المخاطر اللي ممكن لا تتحملها، اوكي، او اللي ممكن تتحملها ولا ايه ومش عارفين يعمل لها مانجمنت، اوكي، او ترانسفير، او نقدر نهج هذه المخاطر. عندنا طبعا مسؤوله برضو المانجمنت عن تقديم صوره كليه للمخاطر على مستوى المؤسسه. يبقى انا عشان اعمل الريسك ريجستر للمؤسسه ككل دي مسؤوليه اداره المخاطر. تمام، وريسك اوفيسر بالذات يعني مطلوب منه ومسؤول ان هو يوفر الموارد اللازمه لاداره المخاطر عشان تقوم بدورها على مستوى الفروع والادارات والاقسام، خصوصا لو مؤسسه كبيره. تمام، طيب نشوف مع بعض المراحل الاساسيه لاداره المخاطر المؤسسيه ومكوناتها. طبعا لو متذكرين حضراتكم قلنا نشر ثقافه الريسك مانجمنت ده حاجه مهمه جدا، فبالتالي بنبدا بتحسين البيئه الداخليه، دي اول مرحله او اول مكون في مراحل الاي ار ام، هو تحسين البيئه الداخليه للشركه. عندي وضع الاهداف الرئيسيه، اعداد سجل المخاطر، ده هو مفروض بيجي المرحله
قبل الاخيره وفقا لترتيب الكوزو، لكن انا تعمدت ان هو اخليه هو المرحله الثالثه، لان فعلا تحديد الخطر ونوعه وتحليل الخطر والتعامل معاه ووضع الاجراءات خلاص، وحتى المتابعه المستمره المراحل التاليه كلها دي هي دي بتساوي اعداد سجل المخاطر، او اقدر انفذها عن طريق ان انا بعمل سجل المخاطر تسهيلا على حضراتكم في نفس الوقت وانا بعمل تحديد للمخاطر وتحليل وتعامل والكنترولز بقدر احطها. تمام. طيب احنا اتفقنا بنبدا بتحسين البيئه الداخليه ثم الانتقال لوضع الاهداف، وضع الاهداف الرئيسيه وتحديد الخطر ونوعه، تحليل المخاطر، تحليل الخطر سوري، عندنا التعامل واعداد سجل المخاطر والمتابعه المستمره. طيب هدف تحسين البيئه الداخليه للمخاطر على مستوى الشركه هو ان يبقى فيه فلسفه فعلا وثقافه الريسك مانجمنت موجود في كل اداره، على مستوى كل اداره تمام. وفي نفس الوقت بنحدد مخاطر المقبوله من المخاطر، من المخاطر المستوى المقبول من المخاطر، وبنشوف الجهه المعنيه باداره المخاطر مش في تايب مستيك هنا، وده بهدف ارساء مبادئ النزاهه والقيم الاخلاقيه في المؤسسه واللي بيؤدي بدوره لرفع كفاءه العمل. يبقى تحسين البيئه الداخليه دوت انا بعمل يعني كمدير مخاطر بيعمل ايه؟ لما بنيجي نبدا في الاي ار ام اول خطوه بنعملها مع اي اداره هو ان احنا بنعمل برزنتيشن تقديميه صغيره جدا للاداره للعاملين، لجميع العاملين في الاداره، يا جماعه ايه هي اهميه الريسك واحنا بنعمله ليه وايه الهدف من الاي ار ام وخطواته ايه هي، بحيث ان انا ابدا لما اخلص كل الادارات والقطاعات على مستوى الشركه وعلى مستوى المؤسسه يبقى على الاقل كل الموظفين حضروا البرزنتيشن، عرفوا يعني ايه مخاطر، ازاي اقدر يقدروا يحددوها، وازاي دوت يساهم في رفع كفاءه العمل في كل اداره. تمام. طبعا المقصود بوضع الاهداف الرئيسيه هي دي الاهداف الرئيسيه للمؤسسه خلاص، وبيهمنا جدا في عمليه الاي ار ام ان كل العاملين في كل اداره يكون على درايه باهداف الرئيسيه للمؤسسه. يعني هو على سبيل المثال ما ينفعش موظف في شركه اكس يبقى شغال في الاتش ار مثلا او اي اداره ومش عارف المؤسسه بتهدف الى ايه، يعني هدف المؤسسه ايه، الهدف الرئيسي للمؤسسه ايه. تمام. هدف الرئيسي للشركه هي الشركه دي بتشتغل ليه، اوكي، البيزنس بتاعها المطلوب منها، التارجتس بتاعت الشركه، البلانز بتاعت الشركه، لازم كل الموظفين يبقوا على درايه باهداف الاهداف الرئيسيه للمؤسسه او للشركه. طيب احنا ننتقل للنقطة اللي هي الأخيرة، إعداد سجل المخاطر، بس هنتناولها احنا في الأول. ليه؟ لأن مهم جدا عندنا يعني نبدأ نوضح سجل المخاطر وفي نفس الوقت نبدأ نسكن كل مرحلة في مراحل ERM جوه سجل المخاطر المحتملة بتاعنا. طيب هدف الريسك ريجستر ده زي ما اتفقنا ان احنا بنعمله على مستوى الأقسام، الإدارات، القطاعات، ثم على مستوى المؤسسة هو حاصل جمع جميع الريجسترز الخاصة بكل إدارة أو كل قطاع قبل كده هو. تمام. طيب أنا بهدف كمدير مخاطر، حضراتكم تهدفوا إيه من سجل المخاطر؟ أولا رصد المخاطر طبعا، أوكي، وفي نفس الوقت بشوف إزاي كل خطر محتمل بيأثر عندي في الشركة من ناحية الإمباكت بتاعه أثره، ومن ناحيه الفريكوانسي بتاعته اللي هو تكرار حدوث الخطر المحتمل دوت. يعني هل ده خطر محتمل مثلا ممكن يقع او في مشكله ممكن تقع عندي كل اسبوع، كل شهر، كل كوارتر، كل سنه مثلا؟ تمام. فبالتالي يهمنا البعدين دول، بعد الامباكت وبعد الايه الفريكوانسي او لايكليهود، احتماليه حدوث المخاطر. تمام. طبعا بعض المؤسسات بتشتغل عليه في شكل اكسل، وده يعني اكشولي احنا اشتغلنا عليه هنا في البورصه المصريه بشكل اكسل. تمام. اوكي. وبعد كده الحمد لله نجحنا ان احنا نحوله لسيستم بيلت ان سيستم عندنا ديفلوبد ان هاوس خاص بالاي ار ام. تمام. اوكي. فدي برضو احد الخطوات اللي ممكن حضراتكم تشتغلوا عليها، احنا ممكن
مستقبليا بعد كده هو يبقى فيه مثلا زي سيستم للاي ار ام. وعلى فكره كمان عايز اذكر لحضراتكم السيستم بيتباع من رويترز، يعني في الاي ار ام سيستم لو حضراتكم عملتوا عليه سيرش هتلاقوه، وهتلاقوه مكلف بشكل كبير جدا. عشان كده ده اللي دفعنا احنا نطور حاجه ان هاوس للاي ار ام على مستوى المؤسسه بتاعتنا فقط. اوكي طيب، ده شكل الايه الريجستر اللي احنا عاملينه، نقول سجل المخاطر سجل المخاطر، ونشوف الريجستر دوت اهميته ايه. تمام، وعمالين نقول دور مهم جدا في المخاطر المؤسسيه. طيب لو حضراتكم شايفين احنا بنعمله على مستوى القطاع او الاداره، بنحدد فيه ان هو التاريخ الاعداد. تمام، ليه؟ عشان انا بحدد بعد كده هو التاريخ المتابعه عند ايه في المرحله الاخيره لو حضراتكم متذكرين من مراحل الاي ار ام. تمام، فيبقى عندي الماتريكس السجلي بيتكون من ايه؟ طبعا ده النمبرينج، ثم كل خطر على حده لوحده. تمام، وبشوف الخطر ده مستوى التاثر على هيكل المؤسسي قد ايه. اوكي، المؤسسه او الشركه بتاعتي بتتاثر بالخطر دوت ازاي. اوكي، عشان اشوف ده بعمل تقييم للمخاطر الكليه. اوكي، لكل خطر من ده على حده. هنشوف مع بعض، وانا هستسمح حضراتكم هنشوف مع بعض مثال عملي يمكن بكره ل ريسك ريجستر مقترح لاحد من طوره هنا احد الزملاء فعلا. خلاص اوكي، وهنشوف مع بعض اللي احنا عملناه في البورصه المصريه كمان، وحتى عرضته الاستاذه حنان على ما اتذكر في تريننج اللي فات. تمام، طيب بنشوف كل خطر محتمل، بنشوف له احتمالية الحدوث. تمام، دي اسمها مرحلة التقييم أو التحليل. يبقى أنا رقم واحد بحدد الخطر، ده اللي هو كولوم الخطر، ده مرحلة التحديد. تمام، ثم مرحلة التقييم اللي هي التحليل، بشوف فيها احتمالية حدوث الخطر، مدى تأثر الخطر، لو حصل إزاي الإدارة أو القطاع اللي احنا بنعمل له ريجستر هيتأثر بيه. تمام، الإمباكت بتاعه قد إيه. خلاص، وفي نفس الوقت بعرف احسب بعد كده تقييم الخطر الكلي للحدث ده، للخطر رقم واحد. تمام، طيب احنا بنتكلم هنا على مستويات مخاطر اللي هي مش كميه، كيفيه. ليه؟ لان انا لما اجي احلل ان هو الجزء بتاع في تقييم المخاطر، لما اجي احلل احتماليه الحدوث ومدى التاثير، خلاص انا بتكلم على ليفلز هنشوفها مع بعض، اللي هي اللو والهاي والميديوم واللو. تمام، دي الثلاثة ليفل، ممكن يبقى عندي أكتر من ثلاثة ليفل. تمام، ممكن يبقى خمسة على مستوى الاحتمالية الحدوث، وعلى مستوى حتى التأثر اللي هو الإمباكت بتاعه، هل هو هاي إمباكت لو إمباكت أو ميديم إمباكت. تمام، طيب بعد كده الخطوة اللي بعد التحليل ديت، أوكي، بنحط إجراءات التحكم. لكن إجراءات التحكم دي عشان نحطها حضرتك كمدير مخاطر، فبيبقى بالتعاون ما بين مين؟ بالتعاون ما بين الإدارة او القطاع المسؤول اللي احنا بنعمله سجل المخاطر، وما بين الشخص او الاداره المسؤوله عن هذا الاجراء. يعني وليكن على سبيل المثال الاتش ار عنده مشكله في الكمبيوتر، فانا هيبقى عندي ان هو في مثالي اسم القطاع او الاداره هي الموارد البشريه. خلاص، وبقول اول مشكله مثلا في عندي مشكله في انظمه الحاسب الالي مثلا متعلقه بالهاردوير. الاجراء التحكم ايه المقترح بعد ما شفنا الفريكوانسي وشفنا ولقينا ان احتماليه حدوثه ده هاردوير موجود فيه مشكله، فده بيحدث بشكل يومي، فهنا الفريكوانسي بتاعته هاي. تمام، فيبقى عندي هنا هو مثلا هاي في الفريكوانسي. تمام، عندي هنا هتبقى هاي. ماشي، ثانيه واحده، احنا قلنا هنا هو مشكلة هاردوير. ماشي، وعندنا هنا هو قطاع مثلا الـ HR. تمام، عندنا احتمالية الحدوث بما انه هاردوير، مشكلة في الهاردوير بتحصل بشكل يومي، فانا هديها هاي فريكوانسي بتحصل على طول، والامباكت بتاعها على شغل الموظفين كبير، فانا عندي هنا هاي برضو، فالتقييم الخطر الكلي هيكون هاي. تمام، اجراءات التحكم بنقول ايه؟ تغيير مثلا الهاردوير، تغيير مثلا الايه البي سي مثلا. اوكي، احنا بنقول مثال افتراضي خالص. تمام، مين المسؤول هنا؟ هو يا جماعه انا عندي هنا الاداره الاتش ار، اكيد الاتش ار مش هتغير البي سي،
يبقى المسؤول عندي ان هو الاي تي. تمام. المخاطر المتبقيه ديت بشوفها والله، هل الخطر ده ممكن يتبقى منه بعد ما انا اغير الكمبيوتر؟ ممكن يبقى في خطر تاني؟ ما اعتقدش. فبتبقى ايه 0% على سبيل المثال. تمام. تاريخ المتابعه بقول لنفسي بتفق مع الاتش ار، بقول انا في خلال 3 مانثس هاجي اعمل مراجعه اشوف الاتش ار، اشوف الاي تي غير لك الكمبيوتر ولا لا، او ممكن اخليها في خلال مثلا شهر او في خلال فتره اقل من كده. تمام. ده مثال بسيط جدا اللي احنا هنعمله في الخطوات اللي جايه بعد كده ونوضحه. ده ريسك ريجستر للاتش ار جوه شركه ما، مشكله الكمبيوتر عندها، عندهم هاردوير مشكله، الفريكوينسي بتاعها اللايكلي هود بتاعها عاليه جدا لان هي كل يوم واثرها عالي، فبالتالي الخطر الكلي بتاعها عالي. الاجراء التحكم ان انا اغير الكمبيوتر نفسه او اغير السكانر او اغير الهاردوير اللي فيه مشكله، المسؤول عنه الاي تي. تمام. طيب شوف بقى خطوات الاعداد الفعليه للريجستر. عندنا اول خطوه تحديد المخاطر، ثم التحليل واجراء التحكم والاستجابه، ثم المتابعه. طيب انا هنا هو في تحديد المخاطر اعمل ايه كمدير المخاطر عشان اقدر احدد المخاطر الكميه وغير الكميه على مستوى المؤسسه؟ تمام. بنشوف احنا طبعا ايه هي المخاطر المتوقعه على مستوى المؤسسه ككل. تمام. و استسمحكم هو تمام. طيب بنشوف ايه هي المخاطر، وهنشوف بتفصيل ازاي بعرف احدد، ازاي بقى اعرف احدد المخاطر ديت من مصادر مختلفه جوه الشركه، نشوفها مع بعض. ثم بلجأ لعمليه التقييم الخطر الكلي بعد ما بعمل تقييم للاحتماليه الحدوث ومدى التاثير. طبعا لو حضراتكم متذكرين المثال بتاع الهاردوير، فاكيد احنا الامباكت بتاعه ديلي، فهيبقى في مشكله على طول وبيأخر العمل، مثلا بيؤدي الى مثلا سير العمل مثلا بيبقى بطيء، بيؤدي الى ان التاسكات ما بتخلصش في الوقت المطلوب، ممكن بتتاخر. تمام. ممكن ما تتعملش خالص التاسكات ديت. تمام. طيب عندنا اجراءات التحكم، وبنحدد فيها الاداره المعنيه بتطبيق الاجراء، قلنا الاي تي هو اللي هيغير الكمبيوتر. تمام. ثم بعد كده هوت عندي الاستجابه، واللي بنشوف تم قد ايه من المخاطر ديت تجنبه، طلع 0% ريزيدجوال، يعني ما عنديش اي مخاطر بعد ما نغير الكمبيوتر او الهاردوير، حلينا المشكله كلها، حلينا الخطر المتوقع، وبنحدد فتره المتابعه الدوريه. طيب عشان اعمل الريسك ريجستر دوت لكل اداره، مطلوب مني في الاول زي ما اتفقنا نشر ثقافه المخاطر، بيتم مع اجتماع تمهيدي، بيتم من خلال اجتماع تمهيدي لمناقشه الخطه. احنا هنعمل الخطه، خطه العمل بتاعه الاي ار ام هي الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها، التحديد والتحليل والكنترولز، وبعد كده هو المتابعه. الخطوات ديت هنعملها في شكل اكسل، وبنعمل فتره زمنيه، خطه زمنيه، نقول والله احنا اداره هنروح مثلا اداره الاتش ار النهارده، ومعانا الخطه دي بتقول ان احنا في خلال اسبوعين هيكون تم تحديد المخاطر وتحليلها، وتم وتم تحديد الاجراءات التعامل الكنترولز، وتمت الموافقه عليها. تمام. ده بنقول الخطه اللي احنا بنعملها، بنروح ببروبوز الخطه، بنقعد مع الاتش ار ونقول لهم يا جماعه احنا جايين عشان خاطر نعمل الايه، نناقشكم في الخطه دي، وعشان نوضح لكم في البرزنتيشن زي ما اتفقنا اهميه ثقافه الاداره المخاطر المؤسسيه جوه كل اداره في المؤسسه. تمام. طب انا هنا هوت لما بنروح مثلا الاتش ار او اي اداره مثلا، خلاص اداره الماليه، كل اداره اكيد في شركه بيكون ليها دليل لاجراءات العمل. اوكي. طبعا احنا عارفين المراجعه الداخليه بتبقى حريصه ان كل اداره بتبقى ليها دليل لاجراءات العمل. بنطلب احنا الريسك مانجرز بيطلبوا من الاداره ان هي توفر دليل الاجراءات ده عشان نبدا نشوف ايه، نبدا نشوف دورة العمل الفعلية اللي بتتم في الواقع مقارنة بدورة العمل اللي موجودة في دليل الإجراءات. تمام؟ ليه؟ أنا من النقطة دي ممكن أرصد في نقاط قوة وضعف ولا لأ في الإدارة. تمام؟ يعني ممكن الإدارة يكون مكتوب لها إجراءات عمل مثلا 1 2 3 وهي بتعمل مثلا 4 5 مثلا 7 8 أي حاجة، يعني اللي بتعمله الإدارة فعليا
اللي بتشتغله غير اللي موجود في دليل الاجراءات. فده بيتطلب مني ان احنا نسكن كل حاجه في مكانها صح، نرجع ليه دليل الاجراءات، قد يتغير دليل الاجراءات او قد نحسن من دوره العمل جوه الاداره. وهنا هو بيبان ان في بعض التداخل ما بين اداره المخاطر وما بين المراجعه الداخليه، بس في يعني شعره كدوم الفرق ما بين الاثنين، ان المراجعه الداخليه هي بتعمل بتعد دليل اجراءات العمل، بس ما بتقولش ان هو ده الافضل، ان هو ده الاحسن للشركه للاداره، مش هو ده اللي بيؤدي الى رفع كفاءه العمل في الاداره. تمام، هي بتعمل دليل الاجراءات من واقع اللي بيحصل. احنا بقى في اداره المخاطر احنا بنشوف والله اللي بيحصل ده بيتفق مع دليل الاجراءات ولا لا. طب ولو هو بيتفق مع دليل الاجراءات، هل ده بيساهم في رفع كفاءه العمل في الشركه ولا لا يساهم؟ تمام، هل في حاجات ممكن تتغير في دوره العمل بشكل افضل ترفع من كفاءه الاداره او لا ترفع من كفاءه الاداره؟ طيب طبعا الركيزه الاساسيه عندنا، وان احنا طبعا عارفين ان احنا اللي مش هنعرف نقيسه if you can't measure it you can't manage it، لو مش هنعرف نقيس الخطر نحدده فبالتالي مش هنعرف ندير هذا الخطر. فالخطوة الأولى عندي في إن إحنا يكون في تحديد جيد للمخاطر من واقع زي ما قلنا الدليل إجراءات المخاطر والمقابلات الشخصية ما بين مسؤول إدارة المخاطر وما بين مسؤول الإدارة اللي بيتم عمل ليها الـ ERM. تمام؟ يبقى إجراءات العمل الرئيسية في مرحلة تحديد المخاطر، إحنا عندنا دي كل مرحلة ليها إجراءات عمل رئيسية. أول إجراءات عمل في المرحلة دي إن إحنا بنحدد إجراءات بنحدد المخاطر المرتبطة بأهداف الإدارة من دليل الإجراءات اللي ذكرته لحضراتكم. تمام؟ طب لو مش موجود دليل الإجراءات ممكن من خلال المقابلات الشخصية مع المديرين والموظفين في الإدارة، أو من وعشان أعمل كده هو بعد المقابلات الشخصية ديت ممكن أطلع باستقصاء للرأي بقى من واقع المقابلات الشخصية دي. يعني على سبيل المثال بنقول احنا في مثالنا احنا في إدارة الـ HR قعدنا مع المدير ومع الموظفين وعرفنا ان في مشكلة في الهاردوير في الإدارة، وبالتالي دي كانت جزء سهل جدا ان انا حددت الخطر فين عشان اقدر اتعامل معاه فيما بعد في السجل المخاطر. طيب انا في بعض الاحيان بحتاج اعمل استقصاء للرأي. استقصاء للرأي دوت اللي هو مجرد ما انا هعمل استقصاء للرأي هاخد هنقول ايه؟ هنشوف احنا كمدير حضرتك كمدير مخاطر وبتشوف كل اداره ايه هي المخاطر المحتمله في هذه الاداره. تمام؟ واستقصاء الراي دوت اللي بيملاه كل من مدير الاداره مدير الاتش ار في مثالنا وموظفين الاداره اتش ار. طب ماذا لو موظفي الاداره عددهم كبير؟ تمام؟ يبقى انا لو مش اداره الاتش ار، لو اداره ثانيه في شركات كبيره وعندي إدارة كبيرة ومش محتاج استقصاء الرأي يروح لل 15 موظف في الإدارة. تمام؟ بعمل إيه؟ وده اللي تم عندنا هنا هو فعلياً في ممارسة الـ ERM في البورصة المصرية. الاستقصاء بيروح لمدير الإدارة، تمام؟ اللي هي الـ High Management Level في الإدارة، ثم الميد، ثم الموظفين. يبقى عندي ثلاث مستويات، تمام؟ مستوى اللي هو الإدارة العليا جوه الإدارة نفسها وليكن مثلا مدير عام أو رئيس قطاع، تمام؟ ثم الإدارة الوسطى مدير أو نائب مدير، ثم يكون عندي برضو في العينة بتاعتي موظفين. يهمني جدا إن احنا بنعمل كده ليه؟ لأن في بعض الأحيان رئيس القطاع أو مدير عام الإدارة ما بيبقاش على خلفية بكل تفاصيل المشكلات والمخاطر اللي ممكن تحصل عند الموظفين تحت. فلو استقصاء الرأي دوت بنبعته مش لمدير الإدارة بس في الإدارات الكبيرة، بنبعته لعينة بتتكون من مدير الإدارة، تمام، أو التوب مانجمنت ليفل في الإدارة، ثم الإدارة المتوسطة، ثم بعد كده دوت عندي الموظفين. يهمني جدا إن الثلاث مستويات دول يبقوا موجودين عندي، لأن التجربة والواقع بيقول إن في بعض الأحيان بنلاقي إن الموظف بيذكر خطر في الإدارة في الاستقصاء مديره مش كاتبه. فهو في هنا هو في ميس كوميونيكيشن، لإما المدير مش عارف، لإما الموظف فاكر دوت خطر وهو مش خطر. تمام؟ فده لو حضراتكم متذكرين قلنا ان الاي ار ام حتى على مستوى الاداره بيحسن من التواصل ما بين الموظفين وحتى كمان الايه
توب مانجمنت جوه الاداره نفسها. تمام، فاستقصاءات الراي ما بتروحش للمدير فقط، ما بوديهاش للتوب مانجمنت ليفل في الاداره، لا بوديها للثلاث مستويات عشان يهمني اعرف بالظبط مواطن الضعف والقوه في كل اداره. تمام، ولازم طبعا الاتش ار لو احنا بنتكلم على مثال الاتش ار ما يبقاش خايف من اداره المخاطر. وللاسف في بعض الاحيان في الشركات والمؤسسات الكبيره المالتي ناشونال تحديدا الريسك مانجمنت بيكون له دور كبير جدا جدا، وبعض الاوراق حتى ما بتعتمدش ولا بتجو ان فرذر ستيبس غير لما الريسك مانجمنت يقول يس. احنا مش عايزين نوصل لمرحله ان الناس كلها كل الادارات تبقى متخوفه من المدير المخاطر، لا بالعكس، بالعكس هو هدفه ان هو يساعد الاداره في تحسين دوره العمل، ده الهدف الاساسي، تحسين دوره العمل عن طريق ان انا بحدد المخاطر وابدا ان انا اساعدك في رفع كفاءه العمل وبما يؤثر على المؤسسه ككل. طيب نيجي نشوف بعض المخاطر المحتمله واحنا بنعمل الريسك ريجستر او في مرحله تحديد المخاطر يعني وتعريفها على مستوى كل اداره. ممكن بيكون عندي بعض المخاطر، كل دي مجموعه استرشاديه، يعني ممكن يبقى في عندي مخاطر مرتبطه بالموارد البشريه. تمام، فابدا اشوف مثلا في مخاطر على مستوى حوافز، في حوافز ولا لا في الشركه، في تصور مستقبلي للحوافز او لا، طب بالمهارات، طب الكفاءات، طب التدريب، اوكي كل الحاجات دي بتؤثر. يعني اقدر اقول مثلا في الاستقصاء الراي مثلا التدريب، احنا يعني الاداره وليكن احنا حظنا ان احنا موارد بشريه اتش ار، واول خطر اتش ار هو المقصود ان احنا لو عندنا اداره وتكن عندنا مثلا اداره الافصاح مثلا في البورصه المصريه، بشوف مخاطر الموارد البشريه لاداره الافصاح. تمام، او مثلا على سبيل المثال اداره خدمه العملاء عند حضراتكم، بشوف المخاطر بتاعه الموارد البشريه المرتبطه باداره الايه خدمه العملاء، هل اخذوا مثلا تدريب كافي، عندهم المهارات، عندهم الكفاءات ولا لا، محتاجين تدريب او لا، محتاجين حوافز او لا. تمام، كلنا طبعا كده هيبقى محتاجين الحوافز ده، بس بنتكلم على مستوى من المخاطر اللي هو انعدام المهارات والكفاءات مثلا بيؤثر ازاي على اداء اداره خدمه العملاء. تمام، عندنا مثلا بعض المخاطر قد تكون مرتبطه بالنظام الاداري نفسه، اوكي الرؤية الإدارة للشركة، التوجه الاستراتيجي بشكل عام للشركة، فبالتالي وأنا بعمل الإدارة مثلاً ERM لإدارة خدمة العملاء بيكون في أسئلة مرتبطة بالسياسات بتاعة الشركة وتوجهها الاستراتيجي، هل الموظفين في إدارة خدمة العملاء عارفين أهداف واستراتيجيات الشركة، استراتيجيات وأهداف الشركة ولا لأ؟ تمام، عارفين التوجه الاستراتيجي لينا ولا لا؟ انتوا دلوقتي بتخدموا العملاء بتوعنا تمام في شركات السمساره مثلا على سبيل المثال، هل في حسن معامله من الكاستمر سيرفيس من خدمه العملاء للعملاء مثلا؟ تمام، هنشوف مع بعض النماذج ان شاء الله باذن الله بكره في الجزء ده. عندنا برضو مخاطر مرتبطه بمنظومه العمل زي مثلا سير العمل ودوره العمل تحديدا، هل دوره العمل دوت بتتم بما يوفر كفاءة للمؤسسة أو لا. تمام، يعني على سبيل المثال احنا في النموذج اللي احنا طبقناه هنا هو سنة 2012 و 2015 بتحديثه للـ ERM كان عندنا جزء مهم جدا في الإفصاح، وطبعا حضراتكم عارفين الضغط اللي بيحصل في قطاع الإفصاح حاليا قبل ميعاد الجلسة، احنا خلاص احنا من زمان الإفصاح قبل الجلسة بيبقى متكهرب، بيبقى ضغط شغل كتير جدا. طب هل كان العمل متقسم وفقا للقطاعات؟ يعني مثلا كل زميل في اداره الافصاح مثلا كان هو مسؤول عن قطاع مثلا البنوك، عن قطاع الفاينانشال سيكتور، خلاص مسؤول عن قطاع ريال استيت، هل هي كانت متقسمه بالشكل ده او لا؟ طيب لو هي متقسمه كده هوت، هل ده كان في مشاكل او مفيش مشاكل؟ طب مشاكله عباره عن ايه؟ ان ضيق الوقت، نتيجة تنديق الوقت مثلا ممكن يتم الإعلان، ممكن يتم تأخير نشر إعلان ما لشركة ما. تمام، ده احنا بنفترض ان ده ممكن يحصل، اوكي. طيب ده برضو احد الأجزاء المهمة في خطط سير العمل او في دورة العمل المستندية، ازاي ايه اللي بيحصل بالضبط جوه المؤسسة. تمام، عندنا طبعا مجموعة من المخاطر المتعلقة بالامتثال، جودة البيانات، عندنا عوامل خارجية. تمام، وعندنا أنشطة أخرى، لكن ده بشكل عام عن الـ ERM، ده بشكل عام عن الـ ERM لأي مؤسسة.
انا يعني اسمحوا لي في بعض الزملاء هنا هو انا كنا بنتكلم وحضراتكم الزملاء كانوا موجودين معانا في التريننج اللي فات، ونقدر نقول ان هم اشتغلوا شوية على الاي ار ام، وكانت دي مجموعة من المخاطر اللي احنا ممكن نبص عليها. هو هنا هو احنا ندي بس العناوين الرئيسية للمخاطر. لو هنعمل ريسك ريجستر فهيبقى عندي مخاطر متعلقة بالسياسات والاجراءات المؤسسية دي على مستوى مؤسسة ككل، عندنا دلوقتي مخاطر مرتبطة بجائحة كوفيد 19، عندنا مخاطر مرتبطة بدورة العمل، مخاطر التنفيذ والتداول، مخاطر متعلقة بالاي تي الاتش ار، مخاطر رقابية، ومخاطر المتعلقة بعمل الإدارة المالية نفسها. ثم احد المخاطر المهمة جدا في شركات سمسرة، وهي مخاطر مرتبطة بعمليات الخارج وتنفيذات الخارج، ثم مخاطر مرتبطة بالبحوث والتسويق، واخيرا مخاطر الشراء بالهامش. دي العناوين الرئيسية او المصادر اللي ممكن حضراتكم وانتم بتعملوا الريسك ريجستر تقسموا الريسك ريجستر على الاساس ده. فيبقى عندي مثلا اساس اللي فيه مخاطر مرتبطة بالتنفيذ والتداول، هبدأ اشوف المخاطر ديت، وهنشوف ان شاء الله مع بعض مثال بكرة ممكن ناخد مثال بسيط جدا للتنفيذ والتداول او عمليات الخارج. طيب خلصنا مرحلة التحديد، خلاص شفنا بشكل عام احنا الـ ERM على مستوى المؤسسات هي دي ابعاده، على مستوى شركات السمسرة دي ابعاد جيدة جدا جدا ممكن نتعامل معاها، ومصادر للـ Risk Identification تحديد الخطر ممكن تساعدنا قوي في تنفيذ الـ ERM على شركات السمسرة. تمام؟ طيب هنا بقى نيجي للمرحلة التالية للتحديد وهي التحليل. تمام؟ طيب نشوف بقى تحليل المخاطر بيتم ازاي. يعني انا مرحلة التحليل تحديد المخاطر لو حضراتكم متذكرين في الريسك ريجستر هو الجزء رقم واحد اللي هو كولوم 1 تو 2 اللي هو الخطر بس، اللي هو الهاردوير بس، مشكلة في الهاردوير. اوكي كل ده عشان اعمله طبعا مشكلة الهاردوير ده مثال بسيط جدا خلاص اوكي، انما فعليا عشان اوصل للريسك ريجستر بيبقى في استقصاءات للرأي وفي مراحل كتيرة قوي زي ما شفناها وشفنا مع بعض مصادر الخطر. يبقى عندي بقى المرحلة المهمة بعد كده هوت هي احلل ازاي الخطر ده، اللي هي تقييم المخاطر الكلية، هي مرحلة تقييم المخاطر الكلية. طيب انا عندي هما بعد كمي وبعد كيفي. في الاي ار ام احنا بنهتم جدا بالبعد الكيفي اللي هو المخاطر اللي مش ممكن اقيسها. يعني انا تناولنا النهارده مخاطر الفار، ده ممكن نقيسها عن طريق ايكويشنز، عن طريق مودلز للفار، سواء كانت هذه المودلز هيستوريكال سيميليشن او اناليتيكال فار. تمام؟ لكن عندنا جزء مهم جدا وهو الخطر الكيفي، ازاي اقدر اقيسه. تمام؟ يعني ازاي اقدر اوصل مثلا ان تغيير خطط سير العمل او دورة العمل في الادارة ان انا بعمل لها الاي ار ام، تمام، بعمل لها المراجعة سوري المخاطر، ازاي اقول ان ده خطر خلاص وحدده هل هو هاي ولا لو. تمام؟ عن طريق بعدين مهمين جدا، عن طريق احتمالية، اشوف احتمالية حدوث الخطر ده او الحدث اللي بيمثل خطر. ان احنا بنقول ان احنا في القياس احنا بنقيس الخطر وبنحلله، لو انتم متذكرين حضراتكم بنحلله وبنعمل فوركاستنج ليه متوقعه. اوكي فبنقول ان احنا هل الخطر دوت احتماليه تكراره عاليه مرتفعه كل يوم مثلا، ولا كل على سبيل المثال كل اسبوع او كل شهر او كل مثلا كوارتر. يعني برضو في النموذج بتاعنا في الافصاح طبعا مع ارسال القوائم الماليه الضغط الشغل كان بيبقى كتير جدا، فالفريكوانسي بتاعه الخطر في المرحله دي كان بيبقى كل كوارتر. اوكي لو في خطر محتمل نتيجه ضغط الشغل اللي حاصل اوكي في نتيجه ارسال القوائم الماليه، تمام، وانتهاء الفتره اللي هي فتره السماح، بيبقى في شغل كتير جدا، فبيبقى في التكرار معدله ان هو كل 3 شهور. اوكي مش تكرار يومي، مش خطر يومي. تمام؟ طبعا والامباكت بتاعه بيرجع لتحليل الايه واستجابات الموظفين لاستقصاء الراي. طيب ازاي اقدر اسكن بقى المخاطر المحتمله؟ اوكي عندنا ان هوت لو قلنا احتماليه الحدوث نفسها ممكن نقسمها لثلاث انواع من المخاطر. لو خطر بيحدث عندي باحتماليه مرتفعه زي ما قلنا يومي مثلا، فده تكراره اللايكليهود بتاعته مرتفعه.
لو خطر بشكل متوسط وليكن مثلا كل شهر كل شهرين كل 3 شهور فده متوسط الفريكوينسي. اوكي تمام. طب لو بيحصل مثلا كل سنه مثلا اوكي كل 3 سنين كل 5 سنين مثلا على سبيل المثال تمام كل سنه فده الفريكوينسي بتاعته ضعيفه. يعني اكتر خلينا نتفق ان هو الفريكوينسي اكتر من 3 شهور اوكي الى حد ما هو خطر ضعيف ممكن نعتبره ضعيف. لو تكراره بيتكرر الحدث دوت الحدث اللي احنا شايفينه كخطر بيتكرر كل 3 شهور فهو احتماليته ايه ضعيفه احتماليه التكرار. ده لو احنا استخدمنا 3 مستويات من الايه من التصنيف او التسكين المخاطر وفقا لاحتماليه الحدوث تمام. طيب انا عندي برضو ممكن استخدم 5 مستويات. لو مرتفع ممكن اقول مرتفع جدا مرتفع متوسط ومحدود وغير ملحوظ او ضعيف. اوكي طيب الخمس مستويات دول برضو الفريكونسي الهاي جدا اللي هو ممكن يحصل كل يوم خطر او مشكله او لا قدر الله حدث قد يسبب خطر فده بيبقى ايه مرتفع جدا خلاص. لو بيحصل حتى اكتر من مره في اليوم زي مثلا موضوع الهاردوير مثلا وتعطيل الشغل بشكل يومي لو مرتفع تمام بنقول مرتفع بيحصل مثلا كل يومين 3 كل اسبوع متوسط محدود وغير ملحوظ. ده بالنسبه للفريكوينسي اللي هي لايكليهود اللي هو احتماليه حدوث الخطر دوت قد ايه او الحدث الذي يمثل خطر تمام. ده الحدث اللي بيمثل خطر بشوف هو احتماليته قد ايه في التكرار. طيب هو كحدث نفسه مش هو ليه اثر بيتكرر مثلا كل يوم ولكن اثره ضعيف فانا لازم برضو زي ما سكنت الاحتماليه الحدوث اسكن برضو ايه الاثر المتوقع. ولما بعتمد على 3 مستويات في هنا هو في احتماليه الحدوث تمام ادي اللايكليهود مرتفع متوسط ضعيف لازم استخدم نفس المستويات عندي في الامباكت مرتفع متوسط ضعيف تمام. ليه هنا بشوف لو الخبر لو الحدث اللي هيحصل دوت الاثر بتاعه على اجراءات العمل في الاداره او على ربحيه الشركه على سمعه الشركه لو الاثر دوت على اثر كبير بيؤدي لحدوث مشكله كبيره في الشركه فده لازم اسكنه على ان هو اثر مرتفع. لو متوسط برضو بقدر اسكنه في البعد المتوسط او الضعيف اللي هو الامباكت بتاعه ضعيف مفيش يعني خساره ضعيفه جدا وغير مقبوله يعني غير ماديه غير ملحوظه ممكن التغاضي عنها تمام. طيب تعالوا نشوف مع بعض حضراتكم عندنا البعدين ازاي نقدر نسكن منهم الايه المخاطر بتاعتنا. اوكي طيب نشوف هيبقى عندي في الريسك ريجستر لو حضراتكم فاكرين احتماليه حدوث الخطر ده اللايكليهود او الفريكوينسي بتاعته اللايكليهود دي الفريكوينسي بيتكرر قد ايه ومدى تاثير الخطر الامباكت بتاعه. وعشان احصل على تقييم كل للخطر لازم اشوف الاثنين دول مع بعض تمام. كل ما الاحتماليه حضراتكم شايفين كل ما احتماليه الخطر بتزيد والاثر بتاعه بيزيد كل ما الخطر كان اكبر واعلى تمام. طيب لو منخفض عندي هنا هو يعني احتمالية حدوث منخفضة اوكي منخفض ومنخفض هنا على سبيل المثال تمام لقيت ان الاثر الكلي بتاعه منخفض تمام. لكن لو عندي حدث بيحصل كل يوم وقد يمثل خطر كبير على الشركة ان هو بيحصل كل يوم خلاص اوكي وفي نفس الوقت عندي الاثر بتاعه منخفض فالخطر الكلي ليه هيكون ايه متوسط. اوكي لو عندي التكرار ان هو قد يكون متوسط خلاص والامباكت منخفض تمام فعندي هنا الاثر الكلي بتاعه منخفض. تعالوا نشوف مع بعض كده حضراتكم ان هو ده شكل الماتريكس لو اتفقنا ان هي هنستخدم الثلاث مستويات عندنا مرتفع متوسط ضعيف ده شكل الايه المخاطر اللي هنشوفها بعد كده هو ان شاء الله في الماتريكس عامله ازاي تمام. عندي هنا هو الخطر الكلي بيساوي نسبة الحدوث تمام اللي هو معدل التكرار في التأثر الامباكت نفسه اثر الايه اثر الخطر نفسه تمام.
فلو عندي مرتفع ومرتفع اكيد هيبقى هنا هنبقى نوع في الجزء ده من الماتريكس اللي هي الاحمر قوي ده في الركن ده، ده اللي هو اكثر خطر. ده اللي وظيفتنا احنا كمدير مخاطر ان احنا نلاقي الكنترولز اللي نقدر نقلل بيها الخطر ده، تمام، ونحوله لهنا لمتوسط ومتوسط، تمام. يعني قد ايه، قد نروح لان احنا ايه نخلي الفريكوانسي بتاعته مش مرتفعه، بدل ما بيحصل مثلا المشكله كل يوم ممكن نخلي المشكله او الايفنت ده يحصل مثلا كل اسبوعين كل شهر، فبالتالي احنا قدرنا ان احنا نقلل من الفريكوانسي بتاعه الحدث من مرتفع فهو كان هنا خلاص قللناه بقى متوسط خلاص اوكي، وفي نفس الوقت ان هو الامباكت بتاعه بدل ما كان مرتفع بقى متوسط، فانتقلنا من النقطه دي تمام اللي هي بقت ديت تمام للنقطه دي زي ما حضراتكم شايفين معايا، تمام. طيب لو هنستخدم الخمس مستويات اللي هو مرتفع جدا ومرتفع متوسط محدود وغير ملحوظ، ده هيبقى شكل الماتريكس عندنا، تمام. وزي ما احنا اتفقنا كل ما الفريكوانسي بتزيد والامباكت بيزيد كل ما كان عندي خطر هيبقى موجود هنا اهو، ودورنا احنا ان احنا نقلل اللون الاحمر دوت المخاطر المرتفعه لتحت هنا اهو خليها في المتوسط او في المحدود. طيب التعامل مع المخاطر اوكي، هو اسمحوا لي ان احنا ممكن نبدا بكره بالتعامل مع المخاطر، واحنا باقي حوالي تقريبا ربع ساعه ممكن نفتح فيها الدسكشن دلوقتي، تمام اوكي. يعني ممكن تسمحكم ثانيه واحده، لا هو هنا استاذ نينيس ذكي، هل التقييم الكلي للخطر المقصود به انهيرنت ريسك؟ لا حضرتك التقييم الكلي للخطر هو لا مش المقصود به الانهيرنت ريسك، لا ده هو المقصود به التقييم الاثر الفعلي اللي بيحصل في الاداره عندي، تمام اوكي تمام، نتيجه تكرار الحدث دوت خلاص، هو بيتكرر بشكل يومي او لا خلاص، واثره في العمليه عامل ازاي، اثره في عمليه الاداره في عمليات الاداره مثلا على سبيل المثال اوكي، هو ده المقصود بيه. يعني المقصود بيه ان احنا بنشوف فعلا معدل التكرار وفي نفس الوقت الامباكت عامل ازاي اوكي. طيب ثانيه واحده، هو انا فتحت يعني بالظبط، انا عملت انميوت اول واستسمحكم. ايوه استاذ ماجده صح، طب استسمحكم بس ممكن اللي عنده سؤال بس هو اللي هيتكلم عشان خاطر بس نقدر نسمع بعض. استاذ ماجده اتفضلي. هنا استاذ علي برضو، طيب مفيش اي استفسارات خاصه في هنا من فضل حضرتك يا استاذ احمد؟ مين اوكي اتفضل. الاعداد سجل المخاطر اللي هو الجزئيه بتاعه احتماليه حدوث المخاطر المتوقعه ومدى تاثيرها منخفض متوسط ضعيف، من فضل حضرتك لو تعيد لنا على الجزء دي تاني يبقى كتر خير. تمام خلاص اوكي تمام، هعيده لحضرتك حالا وانا هحاول اجيب مثال. احنا لو حضرتك متذكر احنا في جزء تطبيقي فعلا على الاي ار ام، هيبقى عندنا مثال توضيحي باجراءات حصلت فعلا وازاي شفنا هي الامباكت بتاعها
والفريكوينسيز ازاي اثروا على التقييم الكلي للخطر. اوكي فخلينا نرجع هنا هو للجزء ده ثانيه. اوكي تمام. طيب احنا متذكرين خلاص ده الشكل اللي هو الخاص بالمخاطر بسجل المخاطر بالريسك ريجستر. طيب سجل المخاطر بيتكون من ثلاث ابعاد. بعد الفريكوينسي هو ازاي انا بشوف الخطر بيتكرر عندي. اوكي ازاي بشوف الخطر بيتكرر عندي احتماليه تكرار الخطر دوت تمام، وازاي بشوف اثره وازاي اقدر اترانسليت الاثر واترانسليت حتى الفريكوينسي للتقييم الكلي للمخاطر. طيب احنا بنفترض ان احنا عندنا ثلاث او خمس مستويات من الـ التكرار خلاص اوكي، وخمس مستويات او ثلاثه من الامباكت الاثر. طيب ده هيبان اكتر في ان شاء الله في التطبيق اللي هنشوفه مع بعض بكره. عندي المستويات الثلاثه هي ممكن حدث بيحدث بشكل يومي، فبالتالي احتماليه حدوثه ان هو ياثر على اداء الاداره اللي احنا شغالين معاها بنعمل لها الاي ار ام وليكن اداره خدمه العملاء تمام. عندهم مشكله، المشكله دي قد تكون الايفنت اللي بيحصل التريجر اللي حصل من المشكله دي بيحصل بشكل يومي تمام اوكي. فنتيجه مثلا سوء في الاتصالات او في مشكله ما في الاي تي على سبيل المثال، معلش خلي بس الزملاء الاي تي يستحملونا، احنا هندي امثلتنا كلها على الاي تي دلوقتي تمام. في مشكله في الاي تي او حاجه والمشكله ديت بتظهر عندهم او الايفنت ده بيظهر عندهم بشكل ايه يومي، فبالتالي لازم في الفريكوينسي عندي هنا هوت لما نيجي نعمل هنا في الاكزامبل بتاعنا دوت في الاتش ار يبقى خدمه العملاء مثلا يبقى عندي الفريكوينسي هنا هاي. اوكي طيب اثرها عامل ازاي؟ هل الهاي دوت هل الهاي لوحده كافي ان انا اشوف الخطر عامل ازاي؟ لا انا لازم اخد البعد الثاني اللي هو بعد اللي هو الامباكت نفسه. طيب هي بتحصل كل يوم ولكن ما بتاثرش على العمل في الاداره مثلا تمام اوكي، ما بتاثرش على خدمه العملاء، فبالتالي ممكن يبقى الامباكت بتاعها لو خلاص اوكي. دي برضو مشكله متعلقه بالاي تي على سبيل المثال في خدمه العملاء خلاص. لما اشوف التقييم الكلي لو عندي حدث بيحصل كل يوم فريكوينسي هاي بس اثره لو، فانا متوقع ان تقييم الكلي للمخاطر ميديوم تمام. لما نيجي نعمل سجل المخاطر بتاعنا بتاع الشركه ونسكنه هنلاقي ان الخطر ده تحديدا خلاص. احنا واخدين بالكم يا جماعه احنا مرقمين المخاطر هنا ليه؟ نسيت اقول لحضراتكم معلش، لان انا مفروض هنا اهو في الجزء ده ببقى عندي هنا والله انا كاتب ده الخطر رقم واحد اوكي، ده الخطر رقم واحد مش عايزين هايلايت خالص اوكي، ده الخطر رقم واحد. كل خطر بياخد مسلسل اوكي تمام. عندي هنا هوت اللي بيحصل اهو، عندي هنا المثال الثاني كان خدمة العملاء على سبيل المثال هاي ولو فبقى ميديم اوكي. عندي هاي ماشي هاي فريكوينسي ولكن هو لو امباكت، لا بقى ايه حضرتك واخد بالك هنا بقى رقم اتنين هنا اهو اقدر ابص عليه هو الخطر المرتبط ايه هاي اهي فريكوينسي هاي بس في نفس الوقت الامباكت بتاعه ضعيف لو فبقى رقم هنا اتنين اوكي. هوري حضراتكم المصفوفه اللي عملناها وازاي قدرنا ننقل مخاطر من هاي للميديوم ومن ميديوم كمان حتى للو خلاص اوكي. بس هو ده الهدف من ان انا بيبقى عندي سجل المخاطر مرقم هنا هو مسلسل عشان ابقى عارف ان المخاطر بتاعتي واخده كودنج زي ما بنسميها كده هو الكود، كل خطر ليه كود، كل خطر موجود على الماتريكس واقدر اقول بعد كده هو وانا بتعامل مع الاداره العليا والله احنا قدرنا ان احنا ننقل خمس مخاطر من الهاي هاي فريكوانسي هاي امباكت لمثلا للميديوم على سبيل المثال او اللو تمام. وده بيبان في شكل المصفوفه وهعرضها على حضراتكم ان شاء الله بكره باذن الله مع بعض ان شاء الله باذن الله تمام. هل وضحت الفكره بتاعه
بالظبط كده هوت الفريكوينسي والامباكت. طبعا طبعا واضح جدا. تمام جدا تمام. كمان وضحت الموضوع قوي. نعم يا فندم. الكالرز كمان وضحت الموضوع قوي. حس ان انا كده بعملها الريد والجرين واليلو وده اللي احنا سهل قوي او الاورنج سهل قوي. بالظبط ده وده اللي احنا عملناه حتى في تطبيق في تطبيق الاي ار ام ان هوت في البورصه وهعرضه ان شاء الله لكم بكره باذن الله بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. في اي استفسار تاني او حاجه من الساده الزملاء؟ اذنك يا دكتور، هو في شكل مثالي كده لتقرير المخاطر وممكن لو عند حضراتكم فورمز معينه وممكن احنا نشتغل عليها كل شركه طبقا لما تطلبات الشركه ديت؟ خليني اقول لك هو ما فيش شكل مثالي غير احنا ممكن نعتمد على تقسيمات مختلفه مثلا. واحنا ولو حضرتك متذكر احنا قلنا دي مصادر الخطر بشكل عام لكل مؤسسه، تمام، لاي مؤسسه. بس احنا قلنا شركات السمسره الى حد ما المخاطر دي اللي احنا شايفينها دي مرتبطه جدا بيها دلوقتي، اوكي، فنقدر نشتغل. وده فعلا ده يعني ده انا مش عايز يعني اقلل، فعلا ده شغل جروب معانا هنا هو زملاء والله فعلا من الناس اللي كانوا شغالين حلو قوي في الاي ار ام. فعلا يعني التقسيمه دي انا استعنت بيهم واستاذنتهم ان انا استعين بيها، خلاص اوكي. وفي بعض المخاطر الثانيه لو من فورم متنوعه وجنرال لكل حاجه موجوده في المخاطر يعني هم يعني اعتقد هي ممكن حضرتك تبني سجل مخاطر لكل تمام. واحد لكل اداره يعني تمام. يمسك مثلا مخاطر التنفيذ والتداول ونشوف حضرتك ايه هي مخاطر التنفيذ المتوقعه في الاداره في الشركه عند حضرتك، تمام، ونشوف وحضرتك تشوف بقى الفريكوينسي والامباكت وهنشوف مع بعض مثال ان شاء الله بكره على حاجه زي كده ان شاء الله. عمليات الخارج، ايه هي اهم المشاكل اللي بتحصل في عمليات الخارج؟ اكيد برضو حضرتك كمدير مخاطر عارف ايه هي المشاكل اللي ممكن بتحصل في عمليات الخارج. خلينا بكره ان شاء الله نتناقش بشكل تفصيلي اكتر وتطبيقي باذن الله. تعبنا حضرتك جدا وشكرا. لا ابدا تحت امر حضراتكم، واتمنى يبقى النهارده كان يوم، اعذروني لو كان دسم شويه قوي الجزء بتاع الفارينس كوفارينس، انا عارف هو يعني فعلا تقيل شويه، بس انا تحت امر حضراتكم لو في اي حاجه احنا ممكن يعني نعمل تمبلت والتمبلت ديت تشتغل يعني على طول ان شاء الله باذن الله. ده اللي اتمنى حضراتكم تعرفوا تعملوه ان شاء الله. شكرا يا دكتور، ميرسي. شاكرين جدا يا دكتور. شكرا. من فضل حضرتك سؤال صغير كده بالنسبه لموضوع عمليات الخارج، هل في اي مشكله بالنسبه لعمليات الخارج غير المشاكل القانونيه؟ لا. طب خلينا نجاوب على السؤال ده بكره. ماشي اوكي، يعني هسيبك بكره ان شاء الله. شكرا. بكره ان شاء الله هنفتح ديسكشن للمخاطر دي كلها ونشوف تصورات حضراتكم لكل واحده من ديت عامله، خلاص اوكي، بحيث ان هي تبقى زي برين ستورمنج، بيبقى عملنا زي برين ستورمنج دلوقتي للمخاطر ان شاء الله. اوكي ماشي. طب بالنسبه لدكتور احمد حساب الفور، نعم يا فندم، ممكن مثلا بالنسبه لحساب الفور ممكن مثلا السيستم، ما في سيستم معين ينفع تشتغل بيه الشركات؟ والله عشان تسهل علينا شويه. اعتقد ان في سيستمز للفار، بس هي مش يعني لا هي يعني مكلفه الى حد ما يعني سيستمز الفار ديت، بس يعني ممكن يتم بناء اكسل شيت او يعني في برامج زي الار والبرامج الادفانسد قوي في التحليل الاحصائي ممكن تتربط بيه البيانات وتاخد هي البيانات تشربها وتطلع نتيجه على طول. ده اي سيستم؟ في سيستم طبعا. تمام. شكرا يا دكتور. ماشي يا فندم. دكتور من فضلك بالنسبه للكورليشن ماتريكس، معلش احنا المشكله في بناء الايكويشن نفسها دايما، معلش هستسمحك يعني ناكد على 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 بناء الايكويشن نفسها. ربنا يخليك، معلش احنا تعبينك يعني. لا ابدا يا فندم، ربنا يكرمك. لم يصلوا وبعتنا تاني. ماشي يا دكتور. تمام. طيب احنا كده كورليشن يا فندم، الماتريكس ديت هي الفاريانس كوفاريانس صح؟ الكورليشن مش الـ مش الـ مش دي مش الفاريانس كوفاريانس؟
يعني العدوان اتصل مرتين الكورليشن يا فندم. الكورليشن عندنا هنا الفاريانس الفاريانس كوفاريانس ماتريكس وفي الكورليشن ماتريكس الاثنين مختلفين عشان اوضح لحضرتك بس في فرق ما بينهم. ربنا يخليك تمام الكورليشن اللي انا اقصدها هل حضرتك محتاج الكورليشن؟ تمام اوكي طيب خلينا كده اهوت نروح للاناليتيكال تولز بتاعه الاكسل نشوف هيعرف ينقذنا في تحديد الكورليشن ولا لا عشان ما نقعدش نلجا للام انتربريتيشن. تمام طيب بنشوف في عندنا في الداتا data analysis correlation. طيب ال input range بتاعي هو ال correlation between العوائد دي كلها خلاص اوكي ناخد حتى رأس البيانات اسم الشركات تمام اوكي وهي عندنا البيانات grouped by columns فعلا اوكي والليبلز in first row وبنقول ان الداتا رينج عندي بتاعي احنا محتاجين بيانات للكورليشن ماتريكس بتاع هنا خلاص وبنقول اوكي هو كده طلع لي الكورليشن ماتريكس زي ما حضرتك شايف كده اهو ديت الكورليشن ماتريكس مصفوفه الارتباط ما بين العوائد المختلفه للسبع اوراق ماليه تمام طبعا هنا الارتباط 100% لان الورقه مع نفسها العامه سلاح الاراضي مع العامه سلاح الاراضي تمام هنا مصر للاسمنت تمام بقت هنا اهوت عندي ادي ده كورليشن كوفيشنت فاحنا نقدر نحوله برسنتج عشان نشوف الدنيا تمام حولهم كلهم كده البرسنتج تمام 100% ده اللي هي الورقه مع نفسها هي الورقه مرتبطه مع نفسها 100% يعني ما فيش ارتباط يعني هي الورقه نفسها عندي 5% ارتباط ما بين العائد على العام سلاح الاراضي ومصر الاسمنت هنا وال5% دول اتجاههم بوزيتيف تمام عندي حوالي 19% نيجاتيف ما بين العائد على العام سلاح الاراضي والعائد على مجموعه طلعت مصطفى تمام اوكي وهنا هوت لو حضرتك شايف هنلاقي ان ده الدياجونال اللي هو الورقه مع نفسها في الكورليشن تمام اللي هي في الفاريانس كوفاريانس ماتريكس لو حضرتك متذكرين هي عباره عن التباين الورقه مع نفسها اوكي مش اللي هي الفاريانس مش الكوفاريانس مش التغير يعني لو احنا متذكرين هنا في المثال اللي فوق ده على طول اوكي عندي اللون ده الاصفر ده تباين الشركه مع نفسها هنا التحديد على طول ده تغير الشركة مع الشركة التانية اللي هي مصر للأسمنت تمام عندي هنا هو ده انت الميل بتاع احمد نشأ ده بتعمله ولا اعمله بعت الميل ثانية واحدة مبروك استاذ محمد استاذ محمد ايوه فندم مع حضرتك هل حضرتك قصدك الكورليشن ماتريكس ديت صح انا كنت بتكلم على الايكويشن نفسها اعملها ازاي بس المعادله نفسها ولا المعادله الخاصه بالفاريانس كوفاريانس اللي قبلها المعادله الخاصه بالفاريانس المعادله الخاصه بال فاريانس كوفاريانس بالظبط الاثنين الجزء الخاص بالمعادله بناء المعادله نفسها هي دايما احنا المعادله احنا شفناها وام ملتيبليكيشن وممكن تبقى صعبه وهي فعلا صعبه ان احنا ممكن نعملها بس عندي تاني حل سهل شويه واتمنى هو ده اللي ان شاء الله ممكن نعمله يعني اوكي ممكن نشيل ده احنا كده مثلا اكسرسايز مع بعض كده طيب واحنا الاسهم ثانيه واحده عندنا عايزين نعمل الايه كاتب الاسهم القديمه ولا احط كاتب الاسهم الجديده لسه ما جبناش صفحه الشركات احنا حضرتك بتكلمني مباشر انترناشونال اي 2790 ثانيه واحده اسلام ميوت بعد اذنك يا اسلام هو تقريبا حضرتك في حد فاتح المايك وعمال يتكلم بس فانا ثانيه واحده بس احاول بس في بس ما حطناش عشان المستندات والمستندات عامل ايه حط الجديده و
ده بتاعتي انا. ابعت لهم صاحبة الشركات. طيب. معلومة جديدة؟ اوكي. تمام. طيب نرجع بقى هنا هوت. احنا ممكن يا استاذ محمد والساده الزملاء اللي موجودين معانا ممكن احنا نعمل الفاريانس كوفاريانس ماتريكس دي بطريقه اسهل شويه من ان اكتب الايكويشن بتاعه الايه المالتيبليكيشن اللي عملناها. خلاص. طيب ممكن نعملها ازاي؟ بس المشكله ان هي ما بتطلعش كامله في 100% وبتاثر على الحسابات، فمحتاج ان انا اكملها مانيوال. اوكي. احنا عندنا ادي العوائد اللي احنا اشتغلنا عليها. تمام. احنا هنشيل خالص، مش هنشيل، نيجي نعمل ايه، نعمل انسرت، نوسع لنفسنا عشان نعملها بطريقه الداتا الداتا اناليسز من الاكسل، وهنستغنى خالص عن الام مالتيبليكيشن. تمام. حاجه اقول داتا اناليسز، عايز اعمل الكوفاريانس مش الكورليشن، بفرق الكوفاريانس مش الكورليشن. اوكي. مهم جدا ان انا اعرف الفرق ما بينهم. فبقول انا عايز اعمل الكوفاريانس للعائد ده، الشركات دي كلها السبع اوراق ماليه. تمام. عايز اختار العائد بتاعهم كله، ده الرينج بتاع البيانات عندي خلاص. تمام. بقول له جروب باي كولوم، والليبلز موجوده في اول رو، عشان كده اخدت اسم الشركه، عشان متعمدنا ناخد اسم الشركه ليه؟ عشان لما تطلع الاوتبوت بتاعتي يبقى فيها اسم الشركه. طيب انا عندي الرينج عندي هيبقى هنا، انا هنبدا من هنا. اوكي. رينج الاوتبوت، بختار الاوتبوت رينج بتاعي، بقول له اوكي طلع لي نفس الايكويشن دي بالظبط، نفس سوري الماتريكس دي بالظبط، لكن هنعمل عليها شويه تحسينات. خلاص. دي اسهل بكتير قوي من ان احنا نعملها بالماتريكس مالتيبليكيشن. خلاص. ولكن هتبقى حاجه مش هعرف اعمل عليها الحسابات الخاصه بالفار. ليه؟ لان هي ماتريكس مش كامله، فمحتاج ان انا اكملها. يعني حضراتكم شايفين انا عندي الدياجونال ده كامل اهو، وليكن هو ده الدياجونال عندي، ده الفارينس، ده التباين بتاع كل شركه، عائد الشركه مع العائد مع نفسها. يعني هي ده لو عملت سكوير روت ليه هيديني الستاندرد ديفيشن للشركه، العائد على الشركه دي. تمام. بس انا عندي الماتريكس هنا مش كامله. تمام. فمحتاج اكملها. طيب هي معروف ان الفارينس 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 ماتريكس ده الدياجونال بتاعها ميرورد، يعني زي بعض بالظبط. فانا هاخد بقى، انا عندي ده اول كولوم صح، هاخد اكمل بيه الرول اول، اخد كوبي وهعمله هنا اهو بيست سبيشال ترانسبوز. فبقى عندي القيم دي هي موجوده نفس القيم دي. انا بس مش عايز حضرتك تتلخبط او حضرتك تتلخبطوا، هو طبعا هو ميرورد بالدياجونال، يعني نفس القيم، عشان كده عمدت اخلي الدياجونال ملون عشان هنشوف الايه نفس القيم بالظبط. تمام. عندي هنا كولوم الثاني اللي هي شركه مصر للاسمنت مع الشركات، هي نفس قيمه الشركات كلها اهي مع مصر للاسمنت، فيبقى عندي كنت بيست سبيشال ترانسبوز. تمام. وعندي برضو عشان اكمل هنا اهو كوبي بيست سبيشال ترانسبوز، من غير ما اعمل الخطوات دي بايديا مش هعرف اعمل عليها الفاليو اتريسك. فعشان كده قد يكون تسهيلا للكوبي وبيست. تمام. هو ان احنا عملنا الايه الايكويشن بتاعه الايه الماتريكس مالتيبليكيشن. هي دي اسهل بصراحه لو احنا مش هنحسب، لو احنا مش محتاجين نعمل الايكويشن، وتبقى لو شايفينها صعبه علينا فعلا فدي اسهل ان احنا ناخد سوري ان احنا نعمل الداتا اناليسز ومنها نقدر نعمل الايه فاريانس كوفاريانس وكوبي وبيست بس من الدياجونال، فيبقى عندنا دي بقت كامله. طيب لو مش كامله احنا بنستخدم الايكويشن اللي اتفقنا عليها، ودي هنعيدها عشان حضرتك يا استاذ محمد ثاني. نقول ناخد اسماء الشركات. ايوه يا فندم انا ما ساعدتك. ناخد اول حاجه اسماء الشركات عشان اعمل الماتريكس، لازم يبقى عندي العناوين الرئيسيه للماتريكس.
اهي اسماء الشركات، وفي نفس الوقت هاخد اسماء الشركات واخليها منصوب زي ما هي موجوده هنا هو بالظبط ككولومز، موجوده هنا كروز كصفوف. هنا الايكويشن بتاعتي ايكوال تو ام مالتيبل اللي هي مضروب المصفوفات، بعمل ايه ترانسبوز اللي هو المقلوب عكس الترانسبوز للبيانات دي كلها. انا حضرتك دي شايفينها ايه كانها مصفوفه ادي بتتكون من سبعة اعمده و 42 رو. يعني احنا ماشيين كده بس معلش دقيق شويه، ولكن كان ممكن خلاص اسرع كده. دي بقت مصفوفه اللي هي ترانسبوز المصفوفه دي بضربه فين؟ في بضربه في المصفوفه نفسها. اوكي اخترت نفس رينج البيانات. اوكي على عدد الايام اللي هو 42. شفت حضرتك طلعت عندي البيانات اهي، مجرد ما بعمل كنترول الشيفت كنترول انتر تمام بتطلع عندي البيانات. تمام. فبقى هي الموضوع بسيط قوي. بس محمد لحضرتك معايا هو انا بضرب ساعتك يا فندم اللي هي بقول فيها equal to m m m multiplication. هي اظن بقت اسهل كتير يعني، انا بس كنت محتاج ان يعني ازاي نعملها بس الفكرة. تمام الموضوع بعد ما بكتبها ادوس كنترول وشيفت كنترول شيفت. هي بقى الفكره ان احنا ممكن نعملها بالداتا اناليسيس بس هتبقى ناقصه زي ما حضرتك شفت احنا عملنا في الجزء ده لو باين في الشير لسه معانا. احنا عملناها من غير الام مالتيبليكيشن. يعني حضرتك لو وقفنا هنا عند اي رقم في الـ في الـ في الفورمولا بيديني لقطه مش باينه اصلا. الشاشه كده اتغيرت، شاشه الاكسل باينه باينه كده شاشه الاكسل. اه كده تمام تمام معلش على الايرور ده كده. طيب. هي باينه طيب. لو حضرتك شايف احنا عملنا هنا اول مثال ده عملناه من الداتا اناليسيس تول بتاعت الاكسل تمام. دي موجوده في كل اكسل وممكن نعملها بيها اللي هي كوفيرينس، وبنحدد البيانات عندي اللي هي دي كلها بنعمل لها الكوفيرينس وبنحدد بتبقى موجوده فين وبنشوفها كده. هنا احنا هنا يعني احنا شايفين ارقام اوكي. هنا شايفين المعادله عملناها من الام مالتيبليكيشن. شايف الجزء ده هنا هو كده فوق في الفانكشن هنا ده موجوده المعادله، انما هنا ارقام بس. بس مشكله البيانات عندي في داتا اناليسيس تول هي بتبقى ناقصه، ما بيبقاش فيها كل البيانات دي اللي احنا عاملينها بايدينا. اوكي تمام اشكرك يا فندم. اشكرك عفوا يا فندم. من فضل حضرتك يا استاذ احمد سؤال صغير، اخر سؤال من فضل حضرتك. اتفضل يا فندم. بالنسبه للورقه بتاعه المصريه للمشروعات السياحيه، الورقه دي عامله مشكله في شركات كتيره، لان الورقه دي كانت هامش زي ما حضرتك عارف، وناس كتيره واخدين عليها فلوس يعني من الشركات. فالورقه دي اتأثرنا بيها كلنا واتوقفت، ودلوقتي معمول لها عرض ب 6 جنيه و30 قرش وحاجه زي كده، وطبعا المديونيات اللي عليها كانت كبيره. بالنسبة لإدارة المخاطر، إحنا كنا ممكن نتوقع إزاي حاجة زي كده تحصل في السوق؟ شكراً. مهم جداً، إزاي نقدر نتوقع حاجة زي دي تحصل في السوق؟ تمام؟ بالنسبة للورقة هامش، يعني ورقة من الورق اللي تقييمها عالي يعني. تمام، بالظبط كده، بالظبط. خليني أقول لحضرتك طبعاً مهم جداً إن إحنا نقدر نبقى عندنا قدره على التوقع للاحداث اللي ممكن بتعدي حتى المخاطر المحتمله. يعني احنا لو حضرتك متذكر احنا قلنا احد قصور او القصور الموجوده في نماذج المخاطر الفاليو ات ريسك
ان هي بتديني عند لقطه زمنيه وعند قيمه محدده للفاليو ات ريسك، ما بتقدرش تتنبأ بما هو اكثر منها. يعني ممكن حدث جوهري اكبر يحصل هو ده اللي ايه اللي يعدي قيمه الفاليو ات ريسك اللي احنا مش هنقدر نتنبأ بيه، مش هنقدر نتوقع بيه. دي نسبه الثقه اللي هي 99% اللي اكتر منها انا مش هقدر اتوقع بكده هو. تمام اوكي. بس خلينا اقول لحضرتك ان طبعا حاجه زي مثال اللي حضرتك قلت عليه دوت ده بينطبق عليه جزء الفار، وبينطبق عليه اكيد طبعا ان الشركه زي ديت احنا قلنا حضرتك تقول لي كانت هي دلوقتي موقوفه شركه هامش، وكانت في الهامش. خلينا نقول ان برضو ده ممكن تبقى جزء من المخاطر الاعلى من الفار المحتمل. اوكي فممكن في بعض الحالات مش هيكون ليها حل بالنسبه. ايوه بالظبط، في بعض الحالات انا بيبقى صعب التنبؤ بيه. اوكي حتى لو حضرتك لو لسه السكرين موجوده في الشير معانا، حضرتك شايف المثال بتاع الهيستوريكال سيميوليشن، قلنا احنا في مثالنا الفاليو ات ريسك هي عباره عن 4.2. طيب ماذا لو النهارده مثلا في الورقه الماليه دي اللي معايا اكس واي زد، ماذا لو الورقه نزلت 8% او 9%؟ هل ده معناه ان انا تنبأت غلط؟ اوكي هل ده معناه ان احنا مش شايفين شغلنا مثلا، او حضرتك او انا مثلا مش شايفين شغلنا؟ لا، هو معناه ان فعلا او الفار فيه اوجه قصور قليله. اوكي هو شايف ان ال 4.2 هو دي الماكسيمم لوس، بس اكشوالي ما بيقدرش يتنبأ او يتوقع بما هو اكتر من ذلك. اوكي دي موجوده في ادبيات الفاليو ات ريسك وفي كل الايه الشغل حتى التطبيقي والعملي والاكاديمي للفاليو ات ريسك. هو اوجه القصور ان هو ما بيقدرش يتوقع بما هو اكتر من هذه القيمه، عشان كده بناخد ثقه 99%، ودايما بنقول ان احنا الخسائر دي محتمله بنسبه ثقه، عشان كده ما بنقولش دي خسائر اكيده. يعني كده المسؤول عن اداره المخاطر ما يقدرش يلوم نفسه في الحاجه زي لا ما يقدرش فعلا. شكرا لحضرتك. شكرا. تمام. طيب احنا ان شاء الله باذن الله بكره برضو الساعه 12 ان شاء الله باذن الله نكون موجودين ونكمل مع بعض باذن الله بكره ان شاء الله اللي ابتديناه امبارح. واتمنى ان احنا نكون ان شاء الله كلنا جميعا بنستفاد من الكورس دوت، واستفدت وانا شخصيا بستفاد من مناقشات حضراتكم معايا ان شاء الله. وبكره هيبقى عندنا ديسكشن كبيره جدا، فتره كبيره جدا هنتكلم فيها عن اللي اخذناه واللي لسه حتى استاذ اسلام واداره العضويه عندهم بكره بعض الملاحظات اللي ممكن يقولوها لحضراتكم. انا شاكر لحضراتكم وجودكم معايا النهارده، وان شاء الله بكره نتقابل ان شاء الله باذن الله في نفس ميعادنا الساعه 12 ان شاء الله. شكرا. شكرين لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرين يا دكتور. عفوا يا فندم. شكرا حضرتك. شكرا. مهما عملنا